صباح الخير وصباح لبنان لكل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا بصفحية جديدة. مشاهدينا وين ما كنتوا عم تترافقوا معنا، أكيد نحن وياكم بهالصبحية الجديدة. بتمنى لكم بداية أسبوع جديدة دائما مليئة بالتفاؤل، مليئة بالأحلام الجديدة، مليئة بالأمال يلي على أمل أنه تكونوا عم تحققون بحياتكم. صباح لبنان نحن وياكم دائما على الموعد بتمام الساعة 9. صباح الخير لكم، صباح الخير فيها. صباح النور لك شادي، شو أخبارك؟ إن شاء الله بتكون كل أيامك مليانة أمل وفرح أيضا. وأنت كمان. ثانكس. أكيد بدي أتمنى للمشاهدين اللي عم بتابعونا صبحية ممتعة برفقتنا، وإن شاء الله هيك الفقرات اللي محضرين إياها ببداية هالأسبوع تكون فعلا فقرات عم بتفيدهم بنفس الوقت، مش بس عم تطلعنا على كل جديد بمجال إن كان الموضة أو الثقافة أو حتى الصحة. كل شيء. آخر موضوع كمان هو أخذ وشاغل الحيز الأكبر اللي هو النفايات للأسف يعني اللي موجودة بالبلد، وشو أضرارها. أكيد هذا الموضوع رح نتابعه أكثر اليوم مع جورج منصور اللي رح يكون ضيفه ضمن فقرة أجندة، مسؤول السلام العامي بالمركز الدولي للتدريب والاستشارات، حتى نحكي عن أضرار النفايات تحديدا بلبنان وشو الإفادة في حال كانت موجودة مع أنه ما في إفادة ما بنعرف يعني، بس أكل حال رح نشوف يعني ما حدا بيعرفكم أوقات من النفايات كمان فينا نعمل إفادة، خاصة وقت تصير ريسيكلاب، وقت نكون يعني في كتير طرق نستفيد منها. على كل حال صبحية غنية مشاهدينا بنعدكم فيها من صباح لبنان لحتى نسلط الضوء على كل المواضيع اللي بتهمنا وبتهمكم. مثل ما سبق وذكرت بيا عن ضيفة كمان منتابع أكيد البداية مثل ما دايما تعودتوا رياضية مع غادة شيخاني، من بعدها منكون مع فقرة تكنولوجي، الفقرة اللي مننطرها من أسبوع لتاني مع جوزيف إبراهيم. جوزيف صباح الخير. بونجور شادي، بونجور بيا، وبونجور كمان لكل المشاهدين. شو أخبارك؟ مش الحال أنتو كيف كان الويكند؟ ويكند حلو يعني. كيف كان الكولر فاستيفال؟ كان كولرفل. بقى نسأل هذا السؤال شادي جوزيف. ايه اكيد بتعرف مثل بكل ويكند كمان كتير عالم بتروح محلات وبتظهر وبتعرف على اشياء، فانا هلا هالصيفيه عم جرب اعمل هيك مثل سياحه بلبنان، يعني نروح على مناطق ما بنعرفها نتعرف على مواقع جديده، سو هذا شيء كثير مهم كمان، وانا بشجع كل المشاهدين يعملوا نفس الشيء. اكيد يعني السياحه الداخليه مهمه جدا، لان اوقات في مناطق حدنا ما بنعرفها. اليوم بتكنولوجي عن شو رح نتعرف جوزيف؟ رح نحكي عن ابلكيشنز كثير بهمونا، وخاصه لما نكون اون فيكيشن، لما نكون بصيفيه، لانه متصور كثير ان كان سيلفيز وان كان كمان يعني منصور لاندسكيب او محلات. سو بنعملهم يا اديتنج يا اوقات بدنا نكون نعملهم مثل تنظيم بالجاليري تبعيتنا. سو اليوم رح نتعرف شوي اكثر على الجاليري، ورح نحكي كمان عن تول بتساعدنا كمان نعمل اديتنج للصور. عظيم، لكن بنكون معك بهالفقره. أكيد فقرات بتتابع مشاهدينا ضمن صبحيتنا، ومن بعدها رح نرجع نكون أيضا ضمن فقرة أجندة مع شادي، رح تكون ضيفته جيزال خياط حتى نحكي عن كتابها لا ولو تان كوماس إنو فينيبا، ودايما الوقت ببلش وما بيخلص مثل عنا بصباح لبنان. ما منلحق نبلش الحلقة بتكون الحلقة هيك كرجت مثل ما بيقولوا. كمان منتابع سياق حلقتنا ضيفتي بدرنير أوفر، أكيد مشكور على كل حال فريق الأعداد ندى عبد النور، سينتيا شكرا لك على اللفتة، مخرجة مسلسل قلبي دق، المخرجة غادة دخفل هي ضيفتي لحتى نحكي أكثر عن المسيرة يلي انطلقت فيها غادة وصولا لنجاح قلبي دق وتصدره النمبر 1 بسباق رمضان 2015. فشكرا لفريق الأعداد للفتة الكريمة، ودايما على كل حال على الدعم إن كان الشخصي أو لكل حدا منا بيكون عم بحقق نجاح خارج إطار هالبرنامج. أكيد كتار عم بيسألوا هالقلبك دق لمين؟ قلبي دق دايما معقول إنه أنت موجودة معي فيها وقلبي ما يدق. يا الله شو هالجواب الدبلوماسي. شو هالجواب فيها عادة عالي. وخلينا نكمل المشاهدين شو في عنا بعض فقرات. على كل حال اليوم رح يكون نحن وياكم مع شيف نادين أسيس، ورح يكون في معه جين بنوتتها الصغيرة حتى مين شيف؟ إذا بدك كل شيف حتى نطبخ على الهوا سوا. فشو رح تحضر لنا؟ كانت قلتي إنه رح تعجن جيني على الهواء هي بإيديا جين بنتها لنادين للشيف نادين، ورح نعمل كعك بينسون. بينسون فيها نعمله كمان بحبة البركة، شو رأيك؟ بتحبه بحبة البركة أو بينسون؟ الكعك طيب على أنواعه. أما ختام فقراتنا اليوم رح نظهر لخارج الاستوديو بفقرة فاشن مع سارة كيروز، حتى نتوجه على سيمو على سالون سيمو مندلة لحتى نحن وسارة نحكي موضة شعر بطريقة مميزة من خارج الاستديو. أما البداية ما في مهرب منا رياضية، مشاهدينا قطار برنامجنا بينطلق مع غادة شيخاني وفقرة فتنس. من
نرجع مشاهدينا لحتى نتابع صباح لبنان. اكيد انا بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر تويتر @صباح لبنان وصفحتنا الرسميه صباح لبنان على فيسبوك. اعملوا لايك للبيج وتابعوا كل اخبارنا لنكون دائما على تواصل. اما هلا ما بيحلى التواصل الا بالتكنولوجي, ودائما بكون عنا معلومات جديده ناخذها من جوزيف ابراهيم مع ابلكيشنز واشياء جديده بناخذهم سوا بهالفقره. جوزيف صباح الخير جديد. كمان ما بدنا ننسى نذكر المشاهدين انه فيهم يرجعوا يحضروا كل حلقات صباح لبنان وكل برامج تلفزيون لبنان على www.telelibanon.com. انا حاسس حالي عم بقشط على الكرسي فمشان هيك رح اشار علي, انا رح حاسس انه رح حورك من تحت الطاوله بعد شوي. طيب هيك شويه اكشن. جوزيف شو محضر لنا لليوم؟ مثل ما كنا عم نقول شادي دائما في عنا بالتليفون الجاليري اللي هي موجوده بحيالها تليفونات وحيالها تابلتس اللي ما لازم حدا يفوت عليها ما حدا بيعرف شو فيها صور. ما هي رح نعمل اليوم مانجمنت لها, رح ننظمها بطريقه انه اذا ما بدنا حدا كمان يفوت عليها نقدر نلاقي سولوشن. كثير عالم عندهم جاليريز ما بيستعملوها غير ليمكن يفوتوا يشوفوا الصور, نحن بنقدر نستعملها لكثير اكثر من هيك. رح روح انا على السكرين تنشرح. هلا نحن عم نحكي عن جاليري اللي هي الجاليري للاندرويد, لانه بتختلف اكيد الاي او اس عن الاندرويد سيستم. عم نحكي نحن عن الجاليري اللي بتجي بالاندرويد سيستمز ان كان تابلت او تليفون عادي. بتعرف على فكره الجاليري تبع الاندرويد كتير عمليه اكثر بكثير من الجاليري اللي بالايفون. مزبوط. يعني لانه فينا منا نروح على كذا مطرح. صح. مثل ما عم نشوف ما عندي انا هون غير البوم واحد محطوط, الالبوم محطوط كم صوره واسم الالبوم ومحطوط فوق الالبومز. هلا نحن اذا بدنا فينا نشوف اشياء معينه يعني. ان كنا حاطين فيفورتس لصور هلا بنشوف كيف, فيديوز بس او اول فايلز اللي هن كل شيء مع بعض. هلا نحن بما انه حاطين البومز بتتقسم الجاليري على البومز. يعني انا بكون عندي الوول بيبر عاده بيكون في الالبوم الكاميرا اللي هو حيلا مره بنصور بتروح دغري على الكاميرا, واذا نحن زايدين حيلا شيء من التابلت فيديوز واتساب بيكتشرز واتساب فيديوز كل هول الاشياء. اذا عنا من فيسبوك بننزل صور كمان بيكون في فايل فيسبوك. سو عنا كل الفايلات بيكونوا منظمين حسب الالبومز تبعهم. نحن نفوت على الوول بيبر, اول ما نفوت بحطوا لنا الصور باي اوردر اوف ديت. نحن اكيد فينا نغير هيدا الشيء نحطهم الفابيتيكال اوردر او حيلا شيء. وعنا هون فوق بالزاويه الكاميرا الشير والبوبال اللي هي ديليت, وعنا كمان الثلاث نقط. ما في اكثر منها هالبوبال هلا بهالفتره, اكثر وحده مهمه. هلا اذا كبسنا على الكاميرا بنروح دغري على الكاميرا. نعم. الشير هون كثير مهمه وخاصه اذا نحن بدنا نبعث ايميل بدنا نبعث صور على الواتساب, لانه دائما بتعرف اذا كنا فاتحين واتساب بنحط انه سند بيكتشر وبنصير نفوت على الجاليري نقعد نفتش عليها. فينا نحن عم نتفرج من الجاليري دغري نروح على واتساب. رح نعمل اكزامبل. هلا انا هون ما عندي واتساب بس رح نحكي كانه موجود. تنقول هيدي الصوره فت عليها وبدي ابعتها شير لحدا معين, فوت لهون حاطين لي الشير اللي هي الكبسه اللي شفناها قبل شوي, وبحطوا لك كل الاوبشنز المعقول تكون فيك تبعت هيدي الصوره عليها, ان كان بلوتوث اذا نحن بدنا نبعتها لحدا باي بلوتوث ما عندنا انترنت, جيميل او ايميل, حتى الدرايف اللي هو موجود بالجوجل ايميل. نعم. الهانج اوتس فوتوز حيلا وحده نحن عندنا اوبشن نبعتها. اذا عندنا فيسبوك بتكون باينه هون, بنترست, يعني حيلا اشياء, يعني كل الابلكيشنز اللي عندهم اكسس على الجاليري بيكونوا افيلبل. مزبوط. ونحن بنبعتها دغري هيك بصير عندنا دغري اكسس لهيدي الابلكيشن. عنا كمان هون النجمة اللي هي الفيفوريت, بس نكبس عليها بتبين هيدي الصورة بالفيفوريت تبعولنا. لما يكون عنا كتير صور نحط صورة فيفوريت فينا نرجع لها دغري بدون ما نرجع نفوت على الجاليري ونقعد نفتش عليها لحالها, منروح دغري على الألبوم فيفوريت وبتبين عنا. عنا كمان الأدت اللي هي الأدتينج تول اللي بتخدنا على حيلا سوفتوير معقول يعملنا أدت للصورة, يعني إن كان سوفتوير نحنا منزلينه أو إن كان موجود ديجا بقلب التليفون او التابلت. جوزيف بس سؤال توضيحي, يعني انت عم تحكي عن الجاليري بحد ذاتها, يعني مش انه شيء مانجبل لحتى ننزله كرمال الجاليري. لا, هي الجاليري هيدي خاصه بالاندرويد. أوكي. موجوده هيك تجي مع التابلت, يعني انا التابلت وقتها جبتها كانت موجوده فيها. يعني عم تحكي بلت ان جاليري. بلت ان. اوكي. اوكي سو بياخذونا تشوز ان اكشن اللي هي هيدي بخلونا يفرجونا كل الابلكيشنز او كل السوفت ويرز اللي معقول ياخذونا على الاكشن اللي بدنا اياها ونحن بننقي منه. نعم. وعندنا الكاميرا اللي بترجع بتاخذنا على الكاميرا وفينا نعمل لها ديليت اكيد. هلا نحن بدنا نروح على الجزء الاصعب اللي يمكن كثير عالم ما بتعرفه او كثير عالم ما منتبهت له, اللي هن هول الثلاث نقاط اللي عجنهم. الثلاث نقاط بس نكبس عليهم, في عندنا موف, عندنا كوبي, عندنا ميك كولاج اللي هن بيجوا كذا صوره مع بعض, سلايد شو, روتيت ليفت, روتيت لايف. هلا رح نشوف الموف اللي هي مثل ما بنعرفها على الديسكتوب او على اللابتوب اللي هي الكات
يعني نحن بننقلها من محل لمحل تاني بدون ما نعمل لها كوبي. رح نحط موف بحطوا لنا سيلكشن تنقول انا بدي تبعوا لي الشجر هاي وهاي وهاي. اوكي بنكبس موف تحت بياخذونا على الجاليري الاساسيه وبفرجونا. هلا اذا عندنا كذا فايل كذا البوم فينا نروح على الالبوم دغري، وفينا كمان نحط بلس اللي هون اللي هي بتعملنا البوم جديد رح نسميه نحن تريز. اوكي وفينا نحطه يا بالانترنال ستورج اللي هي موجوده بالتابلت، او فينا اذا عندنا اس دي كارد ننقله على الاس دي كارد. حط سيف بنقلوا لنا هن بدون ما يعملوا لهم كوبي، صار موجود بالالبوم تريز. اوكي سو هون دغري نقلنا هون. هلا اذا بدنا نعمل لهم كوبي نفس الموفز بس بضل عندنا تو كوبيز، يعني فينا نعمل كوبي على كذا فولدر. يعني اذا عندنا سب فولدرز كتار وبدي احط هالصوره يعني تكون مثلا موجوده بالفاميلي جاليري وبالفريندز ليتس سي وبالورك، فينا نقلها. رح اعمل مثلا كوبي لهيدي الصوره اوكي اللي هي كمان خاصه بالشجر، بس انا بدي انقلها حتى بين بتريز وبدي اخليها هون. يعني اوقات يمكن عم نشتغل على بروجي معين بدنا نحط صور بس بدنا نخليهم بغير محل، يعني نخليهم محلهم الاساسي وننقلهم. سو عندنا اياها بعدها بالالبوم الموجود وول بيبرز، وعندنا اياها موجوده بالتريز صارت. سو عندنا المحلين. هلا ثاني وحده كمان بدنا نحكي عنها اللي هي بالجاليريز. لما يكون عندنا عدد صور بدنا نعمل روتيت ليفت لعدد معين من الصور أوكي. مش وحده وحده، كمان بنعمل لهم سيلكشن وبنبرمهم نفس المبدا اللي هن هول الاثنين مثلا روتيت بدون ما نفوت على كل وحده بيعملوا روتيت لحاله. اوكي سو هون بيسكلي هيك بطريقه سريعه. هلا لما يكون عندنا الالبومز انا التريز عندي بس ما بدي حدا يشوفه او ما بدي حدا يعرف عنه للفولدر، ضل كيبس عليه بحطوا لي هايد اللي هو ببطل مبين الفولدر ما كانه عندنا هايد. بس كمان فينا نحط له باسورد او لا؟ ايه هلا رح نحكي عن الباسورد. هلا صار هون هايد، يعني انا بجميع الاحوال اعطيت حدا التابلت ما رح يعرف انه في البوم منه مبين، بس فينا انا بعدين بدي ارجع بينه اعمل هايد شو البوم اللي هو بفرجينا اي البومز هيدن واي البوم. اذا حيا لشخص عمل هايد شو البوم اذا بيعرف اذا بيعرف يعملهم. هلا الخطوه الثانيه اللي كنت عم تسال عنها يعني بدي سكيورد اكثر اللي عم تسال عنها، انا بدي اخبي مثلا الصوره تبع التايجر ضل كيبس على الصوره. الصوره تبع التايجر خطره هلا ما فينا نخبي، فينا نخبي الفايل بس ما فينا نعمل له لوك. اوكي بس الصوره فينا نعمل لها لوك. هلا رح نشوف كيف. بس نكبس على التايجر عندنا شير عندنا ديليت عندنا سيت ايمج از اللي هي فينا نحطها وول بيبر فينا نحطها على الواتساب فينا نعمل اللي بدنا اياها، رينيم بنغير لها اسمها او برنت اذا نحن دغري بدنا ناخذها على اذا موصول على البرينتر او وايرلس حتى. اوكي سو بس نفوت على الصوره هون في عنا الاوبشنز الاكثر اللي هن كمان سمارت شير او الشير اللي كنا قبل عم نحكي عنه، موف كوبي كروب اللي هن منقصرها منصغرها، رينيم كمان ديتيلز، يعني عنا كل هول الاشياء بهذه. وين بنحط لها باسورد؟ ما رح خبرك او بصير العالم يعرفوا كيف يشيلوا لها الباسورد. هلا رح نروح اكثر على اذا بدنا نعمل اديتنج لشغله معينه. نحن مثل ما بنعرف دائما بنحكي عن اديتنج تولز، ان كان طريقه نغير البرايتنس نغير الكونتراست نعمل افكت فلتر معين. اليوم رح نحكي عن سناب سبيد سناب سيد سوري سناب سيد هي ابلكيشن بتخلينا نعمل بيتي ديتيلز اكثر. يعني دائما بنقول الابلكيشن خاصه باندرويد سناب سيد. اوكي خلينا نرجع نبش عليها على لان انا حطيت سناب سبيد. اوكي نبش عندك هلا نشوف اذا ظابطه. اول ما نفوت عليها بدنا نعمل اوبن فوتو اللي هي تناخذ الصوره اللي بدنا نعمل لها اديتنج. اه لا جوزيف موجوده عندنا موجوده على الايفون كمان اتس فور فري كمان اتس جريت. تنقول رح ناخذ صوره النمر اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. اوكي بنكبس عليها بتاخذنا دغري على الصوره. هلا السبيشال بهيدي الابلكيشن مثل ما كنا عم نقول انه الابلكيشنز اللي كنا نحكي عنهم قبل بيعملوا لنا اديتنج للصوره كلها. هلا هون مثل العاده عندنا التيبكال اديتنج تولز اللي هن تيون ايمج البرايتنس كونتراست حيلا شيء موجود تنغير كل شيء، وعندنا الروتيت اللي كمان موجوده بكل الاديتنج تولز، عندنا الكروب عندنا البراش اللي بتكون كمان موجوده بنرسم عليها. رح نحكي عن الاشياء اللي ما انا موجوده بغير محلات اللي هن مثلا السلكتيف. هلا السلكتيف رح نفوت عليها نعمل سلكت لموقع معين من الصوره. اعتبر مثلا نحن عندنا وجه وباك جراوند وبدنا بس نعدل بالوجه. هلا هون رح نعمل على العين مثلا نكبس على السلكت تبع محل ما نحن بدنا اكيد بيفرجونا هون بريفيو بحطوا لنا البي. هلا هيدي البي نكبس عليها كمان بيفرجونا انه نحن فينا نغير بالبرايتنس او ساتوريشن او كونتراست. ما بعرف اذا عم ببينوا على الشاشه كثير صغار صح. عم ببين. بس تنعتبر نحن بدنا نعمل الساتوريشن اللي هي بنلعب بالالوان شوي. ومنروح شمال ويمين بفرجونا البلس فوق عم بتزيد انه نحن عم
زيد شوي بالساتوريشن، بتغير بس السلكشن اللي نحن عاملينه، يعني ما بتغير كل الصوره. تنعتبر نحن عندنا محل اعتم من محل، نعمل سلكشن لهذا المحل معين، مثل ما هون رح نغير مثلا بالعين رح نعمل برايتنس اعلى من غير محلات. اوكي، بنشوف كيف هيدي السلكشن اللي نحن عاملينها ما تاثرت الصوره كلها، بس تاثرت السلكشن اللي عاملينه. واكيد فينا نرجع بس هي الابلكيشن يمكن اهين انه نستعملها على تابلت من انه نستعملها على لانه ديتيلز صغار على التليفون، لانه ديتيلد هيك كلنا نقدر نتحكم اكثر بالشغل. مزبوط، وكمان لانه هول الاشياء يعني السلكتيف او الاشياء اللي التولز الكثير ديتايي او الكثير بدنا تفاصيل فيهم، بيكون عن جد عندنا صوره كثير بدها اديتنج او كثير مهمه نعملها اديت، افضل نعملها على التابلت تكون اوضح علينا. عندنا كمان الترانسفورم اللي هي بتحول شيء لشيء ثاني، رح نشوف كيف. مثلا هون بنفوت على الترانسفورم، بنكبس محل معين، في عندنا الفيرتيكال بيرسبكتيف، الهوريزونتال بيرسبكتيف، والروتيشن. هلا الروتيشن عندنا اياها شايفينها بغير ابلكيشنز، هي بتبرم الصوره حسب انجلات معينه. هون رح نبرمها ورح نشوف ليه احسن من غير ابلكيشنز. اذا بدنا نبرم الصوره هون عم نشوف الكورنرز صاروا بلاك، اللي هن بيضلوا بلاك بغير ابلكيشنز. هون بهيدي الابلكيشن بتزبطهم تعملهم شوي كاموفلاج، يعني نحن ما بنخسر من الصوره شيء بالبلاك، بالعكس بتضل الصوره كاري. بس كيف بياخذوا من الادجز تبع الصوره من الباك جراوند، يعني اقرب شيء وبيكملوا عليها. اوكي، حسب حسب يعني شو اقرب شيء على هذا الادجز. بتعرف هون يعني بتخيل فينا نستفيد منها كمان وقت واو وقت نعمل ريسايز للصوره، وقت نكون عم نعمل ريسايز للصوره كرمال نحطها على انستغرام. مزبوط. اوقات بنخسر يعني ان كان من الباك جراوند او هوريزونتالي او فيرتيكالي، لحتى بيصير عندنا بلاك او وايت. مزبوط، او بحط اوقات بلورد، يعني بيكون شوي بلوري. هون لا عندنا اياها بضل يعني من وحي الصوره. عندنا كمان سبوت ريبير، اللي هي اذا عندنا محل مثلا مغبش او عندنا حبه معينه بدنا نشيلها، بالسبوت ريبير بنظبط هذا الموضوع وبيعملوا لها كاموفلاج. رح نفوت هون مثلا على شي بقعه سوداء من التايجر تنشوف كيف تتغير. شفت كانت اسود صارت ما بقى مبينه، يعني شلناها كومبليتلي. يعني تخيل البنات او اللي بياخذوا كثير سيلفيز وعندهم شيء مثلا محل معين من وجههم، حبه معينه او كذا، فيهم يستعملوا هيدي السبوت كرمال يقدروا يظبطوها. عندنا رح نعمل اكزامبل ثاني على هول البعتين السود اللي تحت، نكبس عليهم بنشوف كيف بعدهم مبينين كانه وبر، بطل مبين اسود صح بعد ما كمان لزيت الصوره. وهذا شيء كثير مهم لانه بخلينا يعني بدل ما نلون فوق الـ الزيت او الحبه بنكون عم نعمل لها كاموفلاج. كمان رح نحكي عن شو بعد بدنا نشوف، مثلا الفينيات اللي هي بتعمل لنا افكت تبع الكاميرا. الفينيات رح نكبس عليها بنحط وين بدنا، اكيد فينا نكبر ونصغر هون السايز تبع الفوكس، وهي بتعملها على هذا الاساس. رح نشوف كمان غير قصص اللي هن الفلترز الموجودين بغير ابلكيشنز كمان. عندنا اللانس بلور، عندنا الجلامور جلو، تون الكونتراست. رح نعمل اكزامبل اللي هي الدراما، وبنشوف هون كيف كمان فينا نعدل بالافكت تبع هيدي الفلتر. يعني نحن هون عملناها زيرو افكت، في عندنا فلتر سترينث فينا نقويها على الاخر، وفينا كمان نعدل بالساتوريشن والبرايتنس فلتر سترينث تبعها. يعني الساتوريشن هون رح نزيدها شوي. نشوف يعني كل فلتر فينا نعدل فيه حسب ما نحن حابين. صحيح. سو هولي فينا نعمل اد مثلا، تنقول بدنا نحط مشروم او بدنا نحط زهره او ما بعرف، بدنا نزيد شيء على لا بدك غير ابلكيشن. بدك غير ابلكيشن. يعني مثلا نعمل اد بيكتشر هون. لا هون البيكتشر اكثر كرمال الصوره المعينه. نحن بنظبط شغله، يعني مثلا بدنا نقول بدنا نظبط ديفو معين بالصوره او بدنا نظبط شيء بالالوان الصوره، بنستعمل هذا التول. بس بدنا نحط شيء صوره فوق صوره، بدنا نزيد عليها شيء، في عندنا كثير ابلكيشنز في عندهم ستيكرز، في عندهم بيكون يمكن هيك نوع من الثيمز معينين فينا نزيدهم على الصوره. اذا عندنا بيرثدي فينا نحط بوالين او جاتو او كادويات، هيك بيكون غير شيء. سو هيدي سناب سيد مثل ما كنا عم نقول فينا نستعملها للتولز للريبير، وفينا حتى نستعمل فلترز معينين ونعدل فيهم حسب ما نحن بدنا. انا حبيتها كثير لهيدي الابلكيشن لانه بتساعدنا يعني بالصوره اذا عندنا ديفو معين، عندنا شيء غلط نقدر نستعملها. حتى اذا عندنا باك جراوند اوقات وبيكون في شيء مثلا مغبش بمطرح معين، او اذا عندنا شيء قاطع بالباك جراوند ما بدنا اياه، شريط كهرباء، فينا نحن نظبطه بهيدي الطريقه بهيدي التول كرمال يبطل مبين ويبين صوره طبيعيه. سو هولي كانوا اثنين ابلكيشنز خاصه للعالم اللي كثير بيتصوروا
كتير بياخدوا pictures، عندهم كتير صور بالجاليري تبعيتهم. يعني دائما يمكن أوقات بيكون في صورة معينة عنا إياها بدنا نعمل لها كروب بس رح نخسر منها، سو بنستعمل هيدا التول كرمال يبطل هيدا مبين، بطل مبين هيدا الفرق. والجاليري أكيد لأنه كتير عالم ما بيعرفوا يستعملوا الجاليري بطريقة عادية، بيكونوا عم بيستعملوها يعني بالمينيموم تبعها. سو هيك الجاليري والسناب سيد كرمال مثل يكملوا بعضهم، السناب سيد بطريقه انه نحن نعمل اديتنج للصور اللي عندنا هن بالجاليري، والجاليري كمان بذات الوقت انه نقدر نعمل شير منها، نقدر نتحكم بالصور اللي عندنا، نعمل كات كوبي بدون ما نلجا لللابتوب او للكمبيوتر. صحيح جوزيف، ثانك يو لك على كل حال. بعد شوي رح نتعرف اكثر على الفيلم اللي ضج الدنيا بكان موج 98 مع بيا كمان أكيد. لحتى نحكي يعني كل هالاديتنج اللي انت اشتغلته على التابلت كمان انشغل كمان بطريقه كتير حلوه 3D على بكان فيلم فيستيفال مع موج 98 فيلم أكيد. اللي اخذ ضجه كتير كبيره. انت كمان سبق وذكرت وحكيت عنه بفقراتك قبل بفقره مش تكنولوجي، حكيت عنه بسوشيال ميديا بأونلاين ميديا وقتها نحكى كتير عن الموضوع. على كل حال دايما thank you لأنه بكل المواضيع بتعطينا updates بتعطينا جديد. نحن نرجع نلتقى فيك next week. أوكي جوزيف thank you. رح نتابع مشاهدينا حلقتنا فقرات عديدة بانتظاركم لليوم. رح ارجع لعند زميلتي بيا، صباح الخير من جديد. صباح معك الخير. رح نكتشف موج 98 اكثر. هلا رح تروحوا معي بالموجة، فرح اخذكم تحديدا اليوم على سينما سوفيل بالاشرفية حتى نتعرف اكثر على الفيلم اللي تم عرضه بالسينما تحديدا اللي حمل عنوان موج 98 ويف 98، اكيد للمخرج الشاب اللبناني إلي داخر. اكيد هيدا الفيلم بيحكي قصة شاب محتار بحب بلده كتير ولكن ما قدر يعيش فيه. ولكن بدي أذكر أنه هيدا الفيلم حاز على اهتمام كتير كبير من الأفلام اللي انعرضت بمهرجان كان العالمي، وأكيد حاز على البالم دور السعفي الذهبية. وبدي أذكر أنه هيدا الفيلم فعلا هو فيلم أخذ حيز كتير كبير من الاهتمام عند الحضور وعند المشاهدين وعند القيمين على مهرجان كان العالمي. أكيد التفاصيل كلها راح نتبعها بهيدا ريبورت ونرجع لاستديوهاتنا. من بيروت بيستمر الإبداع، الجديد هو فيلم قصير للمخرج اللبناني إلي داغر، فيلم من 15 دقيقة بشق طريقه لمهرجانات كان الدولية وحاز على جائزة السعف الذهبية. شو هو هيدا الفيلم وعن شو بيحكي؟ هو الفيلم فكرة طلعت لما كنت أنا عم سافر كتير بين بيروت وبين أوروبا عم اشتغل، فكنت صراحة ما كان بدي فل، كان يضلني هون بس اضطريت فل للعمل وهيك، فعلى يدي شوي عم تعقدي شوي بالبيروت وعايب معي شخصيا لانه كان بدي اعيش هون بس ما في اعيش هون، فكان بس بدي بيني من حال اطرح هالاسئله وشوف اذا في ارجع اعيش هون عمدة طويلة او لا. موج هو بيرمز لشغلتين بالفيلم، لانه بالفيلم انا اشتغلت كثير على القصص بتكرر حالها، والموج عنده هالكاتيجوري هيك لانه بيعيد حاله وبيكرر حاله ابدا بذات الوقت، وبذات الوقت كمان هو الموج البحر مثل المفر الوحيد للكاركتر تبعي بالفيلم. الفيلم عرض بصالة سينما سوفيل وقد تولى الترويج له وزارة السياحة اللبنانية وتحديدا مكتب بيريز. ليش هالتبني؟ هيدا الفيلم فيلم تحريكي وكتير مميز لأن فيلم قصير أولا، وإلي داغر اشتغل عليه لوحده، رسم كتب واختار كل شيء بهالفيلم، وبالآخر عندك فيلم قصير 15 دقيقة راع على المسابقة الرسمية بمهرجان كان، ولذلك وزارة السياحة دعمته. فهالسنة ضمن استعادة أسبوع النقاد عم نختتم هالمهرجان بفيلم إلي داغر موج 98، بكل هالمبادرات اللي عم بتصير الفردية لسينمائيين عم يشتغلوا بظروف صعبة وبإمكانيات قليلة تينجوا أفلام مهمة، عم تلاقي كتير اعتراف كبير بالمهرجانات العالمية للأسف إلى محل أقل ببلادها. فعمليا فيلم إلي داغر يعني بينضم لهالأفلام الكتير مهمة يلي تكرمت بكان ويلي نحن بهمنا أنه كمان تلاقي جمهورها الطبيعي جمهورها الأول بلبنان. شهادات وتهاني للفيلم وللمخرج من رسميين، وكلمة أخيرة.
نحن ما عم نكون بالكفاية لدعم السينما بس عم نحاول نكون موجودين، وأكيد نتيجة مثل اللي حققها إلي بيقدر يساعد لسلط الضوء على كتير من الطاقات الموجودة بلبنان، وحقيقة هو ابن الإبداع اللبناني وابن لنقول الطاقة الموجودة اللي هي عم تبين أكتر وأكتر. فأكيد نحن بدنا نهنيه أول شيء باسم الدولة، لأنه اليوم هو عطى للدولة بركي أكتر ما الدولة عطته، إنما هذا حافز لنقدر نجتمع كلنا سوا ونخلق سياسة تكون أبعد كمان لدعم السينما اللبناني، لأنه كمان السينما جزء من السياحة، يا بالتسويق للطاقة اللبنانية يا أما لنجذب الفنانين اللي هن بالخارج يصوروا بلبنان. شخص لبناني عم بيبدع ببلاد الغرب، وهي شغلة مهمة لنا كلبنانيين رغم الظروف اللي عم نقطع فيها، وأنا بهنيه، وأكيد بتمنى على كل الشباب اللبناني يبدع كمان، لأنه بالنهاية اللي عم شوفه بلبنان يعني الأجواء الإبداع ما عم بيوحد يوصل لنتيجة بإبداعه. طبعا بهالأيام السوداء اللي عم تمرق فيها المنطقة خاصة على الصعيد الإنساني والثقافي، دايما بيجي من لبنان هيك شعلة ومضة حلوة، واليوم إلي داغر والفيلم وربح جائزة كبيرة بهالظروف الصعبة، ظروف اقتصادية صعبة، بغياب دعم مظبوط، سياسة دعم حكومية قوية للمبدعين الشباب وللسينما، هذا إنجاز كبير نحن بنفتخر فيه. وهذا آخر شيء بفرجي أنه اللبنانيين رغم كل شيء بإرادتهم رح يضلوا منارة بهالشرق. مشاهدينا بنرجع لحتى نتابع صباح لبنان، برحب بكل الاشخاص يلي هلا انضموا لصبحيتنا. عملوا اليوم من نهاركم نهار تاريخي، هيك فكروا بشيء مفصل تعملوه او بحلم تبلشوا تشتغلوا على تحقيقه، او اذا خلصتوا من تحقيق حلم تاني كمان ما تترددوا تبلشوا هيك تحلموا حلم جديد حتى تشتغلوا عليه بحياتكم اليوميه. صباح لبنان بيتابع فقرات عديده اليوم بانتظاركم، انا وياكم رح نحكي اكثر عن لا اولو تون كومونس اي نو فيني با. لما نحمل كتاب بإيدنا ونروح بعالم الرواية دائما القصة بتاخذنا لأحداث لشخصيات من نسج الكاتب صح، ولكن بتاخذنا بخيالنا وبتعمل لكل واحد قصة بقلب القصة الأساسية. اليوم رح نحكي أكثر عن إصدار جديد، إصدار لبناني بنفتخر فيه ولكن باللغة الفرنسية، لأولو تان كومانس إنو فيني با. ضيفتي بالستوديو الصحفية والكاتبة جيزال خياط عيد، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك وألف مبروك الرومان الإصدار الجديد كتاب لأولو تان كومانس إنو فيني با. خلينا أنطلق معك من العنوان، يعني الوقت يلي بيمر وما بيخلص أبدا، وهذا أول رومان حضرتك بتقدمي، ليه اخترتي هالنمط الجديد لحتى تفوتي فيه؟ لأنه أنا صحفية صار إني بكتب من زمان، وكل مرة بدي أكتب حسب شيء عشته، شيء اختبرته، وبدي ضلني يعني متأيدة فيه. طلع عبالي أكتب خبرية قصة، يعني أنا ألفها، ألف الشخصية الأحداث تبعها، بس ما بقدر ألف بدون ما يكون في شيء مهم يعني وصله، بدي يكون في شيء رسالة. بقى بما أنه رحت على التوغو بسنة 2013 وكتير تأثرت بكتير إشياء بالتوغو، يعني رحت وكانوا عيوني مفتحين كصحفية، عملت انتربيوات، شفت إشياء، دونت كل شيء، قلت أنا عندي كتير أخبار بدي أقولها، بس ما بدي أعمل يعني رواية تاريخية ما حدا نقوله جلادي، وأنا مش اختصاصي، مش هذا الهدف، مش يعني ما من مش أنا، قلت أنا بخترع قصة بس بحطها بالتوغو. والتوغو هو بلد أفريقي بوسط أفريقيا، فقير وصغير، ويعني ما حد بيفتكر عن أفريقيا. حتى توجهت على توغو تحديدا بأفريقيا. رحت سائبت، رحت مع منظمة غير حكومية وسائبت، كنت معهم هناك تعرفت على كتير اشياء. يعني هل استفزتك الاحداث او كتير الاخبار يلي كانت موجوده؟ يعني هون كيف قدرت تفصل انت وعم تكتب لا اولو تان كومونس انو فيني با بين
جيزال الصحفية وجيزال الكاتبة يلي عم بتخبر قصة كمان تما تفوتي بنمط سردي بنمط جامد، يمكن لأنه الخبر أوقات قد ما يكون حلو أو قد ما يكون غير ومغاير دائما بيضله خبر بالنتيجة وبيكون فيها الجمود أوقات. مع هيدي التفنجي ألفت قصة حب غرام بين شخصين، مرة كندية وخوري أفريقاني، والقصة بتصير بالتوغو، يعني هن تعرفوا على بعضهم بكندا بس اجوا على التوغو وصار في التباس، صار في سوء تفاهم بيناتهم، وأنا من هالمنطلق بلشت بالقصة بس خليتها يصير بمحيط بمجتمع هو الحياة العادية بالتوغو، بقى خليت الشخصيات هاللي البرسوناج هاللي بالكتاب هن يخبروا كل واحد انطباعاته عن الاشياء، مثلا الافريقاني كيف بيتعامل مع النفسية الكندية، انه الناس باردين ما بيحسوا مثلهم، والكندية كمان خليتها تحكي مثل كأنه هي إذا بدك بتمثل تبع أفريقيا وكل الأشياء اللي بخبرها عن التوغو هي حقيقية إلا القصة المركبة. بقى مثلا رحت فت على المستشفى، رحت على المدارس، عملت انترفيو مع الطلاب، رحت على مقتم لحتى، يعني كل الأخبار هاللي بتعمل الديكور إذا بدك حقيقية، وهون الصحفية كانت عم بتخبر كيفي هالمزج. إذا بدنا ننطلق من الديديكاس بأول الكتاب، أكلوفيس باتريسيا سينتا إيلي أوبخي دو كي لامور كومانس إنو فيني با. كلوفيس زوجي دائما العائلة هي بتكون لا مش العائلة، كلوفيس زوجي وبعدني مغرومة فيه سو لامور كومانس إنو فيني با، وباتريسيا وسينتا وإيلي وولادي وأنا أم، يعني لا نهاية لحب العمر انفيني يعني بس كمان الاكتساب رح كمل على تاني صفحة مع كارل جوستاف جونغ، ce qui ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. لأنه أوقات كتير الواحد بيتعلق بشغلة بيقول لا أنا ما بدي وأنا بدي عيش هيك وأنا ما بحب، وبالنهاية مش طبيعته الأساسية بس الحياة، وهيدا اللي بيقوله أنه القدر بخليك أوقات توصل تكتشف حالك، وبكتابي الكل بيكتشف حالهم وين ما ببلش الوقت وما بينتهي، يعني بأفريقيا في إشياء بتصير، الكتاب مبني على قصة بدها تنحل ولآخر سطر ما بتعرف شو بده يصير، سو بالتطورات هن بيكتشفوا حالهم شو المهم الأساس لإلهم. بالشخصيات لما كنت عم تنزجيهم وعم هيك بتفوت الأحداث ببعضها، في أحداث تغيرت يعني كنت حتى مسار معين بس أنت وعم تكتبي رجعت حولت الأمور بمكان آخر بيناتهم، تألفت القصة أنا وعم بكتبها بس معك حق، خاصة أنه الحب الموجود بالكتاب سأنتبوه يعني بين خوري من أصل أفريقي كمان أنه يكون عم يعني هالحالة الحب يلي عم يترك الحب الأعظم كرمال الحب البشري كرمال الضعف الشرنال يلي عم بيعيشه كمان بمطرح من المطار. في سؤالين، في أول سؤال كيف تركبت القصة؟ القصة تركبت بس في شروط للرواية تتكون متماسكة وتوصل لمطرح، ما فيك تألف هلأ طلع عباله يعمل هيك هيدا هلأ بدها تقول هيك، يعني البرسوناج هو مثل كأنه شادي مثل كأنه جيزال خلص صار عنده شخصيته، بده في إيدنتيتي وكل ما في حدث بده ينفعل بالإيدنتيتي تبعيته بالشخصية هيدي. تاني شيء أنا كتابي صحيح إنه في رواية بس في قصة أفريقيا المشاكل الحقيقية بأفريقيا، نعم. وفي كمان كل هال المسبقة البريجوجي
الأحكام المسبقة، الأحكام المسبقة وكل المحرمات هاللي نحن بنحطها بعقلنا أنا بحطمها. مثلا هيدا الخوري صحيح إنه خوري، بس ربي بجو وببيت وبمجتمع الجنس منه أبدا مشكلة. يعني بيعيشوا البيو كان مجوز مرتين وثلاثة وما في شيء اسمه غير طبيعي، ودرس الكهنوت على كبر بس كان صار يعرف النسوان، ومش انه لانه لبس التوب صار غير منه بقى زلمه. بقى المراح على كندا حس على حاله انه هو بعده انسان رجال، بس عارف انه المجتمع ما بيسمح بقى، وكل الخبريه بتركب على هال انه ما بده حدا يعرف. بس بنحس من خلال القصه انه ما في مشكله، ايه اوكي، ومش عم بيعمل شيء غلط. إيكو ألور، يعني الحياة بتكمل بالنتيجة. ومثلا في تابو تاني، شو تابو؟ تابو يعني من المحرمات. من عادة مش كتير بنحكي فيها، بس فينا نقول تابو. مثلا إنه المرأة أكبر من الرجال، لا وما بيصير. بكتابة بتحس إنه المرأة هي عم تتصرف كمراهقة، ما في مرأة أكبر ورجال أصغر. يعني هالكسر للمعتقدات يلي معودين انه نخاف منها او نستر عنها نابع من قناعة شخصية، أكيد. من هالقد تحرر ذاتي لا. على صعيد الشخصي لانه انطلاقا منه لحتى كتبت هالشخصيات بهالإطار، في اعتقاد الشخصي وبعدين في خبرتي بالحياة وخبرتي بالتوغو. حسيت انه نحن هالاشياء اللي حطينا بالغرب بكندا ياما باوروبا ياما حتى بلبنان انه هاي بتسوى هاي ما بتسوى، مش ضابطة عندهم، مش راكبة. مثلا لما الدين المسيحي اجا وبشر بالمجتمع بعضهم لهلا ما بيسمح الدين المسيحي انه يكون في عندهم اكثر من مرة، هن بيتزوجوا مرة بس عاداتهم تقاليدهم حياتهم هي بياخدوا مرة تانية. واذا بيقول له الكاهن يا عمي شو بيك ما صرت مسيحي انت، بيقول له ايه بس هيدي صاحبتي. يعني عيشتهم مش فورماتي، مش مقيدة بالتقاليد ومش مقيدة الحقيقة. ما في حقيقة واحدة حسب ما يعني كل واحد بيخلق الحقيقة تبعه. إذا إيه؟ فينا نقول إذا بدأ أنطلع كمان من الدراسات يلي سبقت لأولو تان كومانس إنو فيني با، حضرتك قدمت قبل أكومودانت موريال بيحكي عن نظرة شخص بروحته على موريال على كندا عن الحياة هناك، أيضا من بعدها كريز دو فام وهو بيحكي حكما عن النساء، وكبارنا ديالوغ افيك نو زيني وهو مثل خبرة كبار بالسن ما فوق 75 سنة، ما بيناتهم كبار مثل الراحل وديع صافي وأسماء كبيرة رنومي بمجتمعنا 33 شخصية. بالنضج الفكري والكتابة شو تغير بين هالثلاث دراسات وصولا لإصدارك الأخير لأولوتان كومانسي نو فيني با؟ تغير لذة الرواية، يعني هون كنت انا عم بخلقهم، انا هلا بدي وقعها هلا. وبعدين القصه في اثنين بيحبوا بعضهم، في علاقه نقول بيناتهم، بعدين تتطور في تفنج، بتتطور القصه في بيخلق حب ثاني بين غير اشخاص، والاشياء اللي كانت جامده معهم اثنين بتحسها عم بتتغير مع تطور القصه. وهيدي الابداع الخلق هذا كثير حلو، يعني في لذة، في لذة انه راح تكون عم يخلق شخصيات عم يخلق إيه؟ كاركترات. بس الكتاب يعني تماما مثل ما انا بشتغل، لانه حطيته بديكور حقيقي كل شيء مزبوط. يعني عملت ديسكريبشن مثل كاني عم بعمل مقال عن التوغو. حلو. بس فوت القصة فيه تما يكون ناشف مثل ما قلت وجامد، منه جامد أبداً. أبدا أكيد لا، حمسينا نقرأ أول شيء بالكل مدعو بالأول من آب لإطلاق لأولو تان كومانس إنو فيني با بجاليري سورفاس ليبر بجل ديب بالأول من آب، يكون نهار سبت إذا نهار سبت غلطان. ساعة ستة بين ساعة ستة وأي ساعة؟ ثمانية. دعوة عامة وللجميع لحتى يشاركوك. مرسي. أكيد. أنا قبل ما أختم بس هيك، لأنه لفتني كتير الغلاف
تبع الكتاب صورة حقيقية صورة انت اخذتيها او صورة لفوتوغراف معروف؟ لا لا مش فوتوغراف معروف، كانت زميلتي معي وهي ثاقبت اخذتها الصورة، بس صورة حقيقية منا مشغولة ابدا، بس حلوة. كبرنا الحيط شوي تنكتب بالتيتر بفوتوشوب، بس كل هيدي هي المعزيات هالقد عندهم، لانه اذا بيكبروا بدهم يطعموهم وما عندهم يطعموهم. حلو، يعني كثير معبره مع وقفه البنت مع الشبابيك المسكره، تفتح لنا افاق لندخل على واقع الروايه وندخل على رومان. لو تون كومونس انو فيني با، اصدار جديد لإليك الكاتبه والصحفيه جيزال خياط عيد. الف مبروك لإليك. الكل مدعو مثل ما قلت بالاول من قبل لجاليري سيرفاس ليبر بجلدي بين الساعه 6 و 8 المساء ليشاركوك فرحه اطلاق هالكتاب. شكرا لوجودك معنا بصباح لبنان، ان شاء الله دائما نلتقى بقصص وحكايات، يعني مش بس بتوجو، بكل مناطق العالم، وتنقل خبرتك يلي بين كندا ولبنان لكل الناس. شكرا لإليك، اهلا وسهلا. مشاهدينا صباح لبنان بتابع اكيد فقرات عديده بانتظاركم، فنو زابينج خليكم معنا. صباح لبنان. صباح لبنان بتابع مشاهدينا لليوم الاثنين، اكيد كثير منكم انضموا لنا بهذا الوقت وناطرين يتابعوا الفقرات المقرره لهذا النهار. اكيد وصلنا هلا لفقره سانتي حتى نحكي عن موضوع كثير من الاشخاص عم بياخذ حيز من اهتمامهم. اكيد رح نحكي اليوم عن موضوع اضرار النفايات اللي موجوده على الطرقات خاصه عنا بلبنان. ضيفي رح يكون جورج منصور، مسؤول السلامه العامه بالمركز الدولي للتدريب والاستشارات، حتى نحكي تحديدا عن اضرار النفايات الموجوده على الطرقات. صباح الخير لك، اهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرت الحيز الاكبر عند المشاهدين والموضوع اللي شاغل بالهم هو النفايات الموجوده على الطرقات. بدايه النفايات شو اضرارها مثل ما هي كنفايات موجوده على الطرقات بلا حرق؟ قبل ما نحرقها رح نرجع نفوت بالتفاصيل بعدين. اكيد النفايات في عندها ثلاث اضرار، اللي هي بتسبب ضرر على البيئه، بتسبب ضرر للانسان، وبتسبب ضرر للطبيعه كلها يتضمن. شو اسمه نحكي، بلش نحكي عن الحرق. في حال هل صحيح انه النفايات اذا انحرقت راح تؤدي لعقم عند النساء والرجال على حد سواء؟ وهل المفروض نترك النفايات بلا ما نحرقها مثل ما هي على طرقات مكدسه؟ الامراض ما راح تتفاعل اكثر ونصير معرضين لامراض جلديه وامراض داخليه وتنفسيه؟ هالامراض كلها كيف راح ترجع تنتقل؟ هل من خلال التنفس او من خلال اللمس؟ كل هالموضوع رح نفوت بتفاصيله. خلينا نبلش بحرق الزبالة، هل مسموح هالموضوع؟ أكيد لا، واليوم بوجه نداء لكل الشعب إنه ما يحرقوا الزبالة اللي هي مكدسة على الطرقات، لأنه بتؤدي لأمراض كثيرة، من الأمراض السرطانية، من يعني هالزبالة هيدي اللي عم تنحرق، الدخن تاع عم تطلع بالهواء، عم بيتلوث الهواء، او اللي عم بيسبب كمان مية الزبالة اللي عم تنزل بالتربة وعم تختلط بالمي الجوفية او مع الامطار مع المطر، عم تختلط بالمي فبتأدي كمان لتلوث بالمي. يعني ممكن الابار الارتبازية تتلوث؟ معقول تتلوث هذيك في حال هالمي مية الزبالة هالمي الوسخ اللي نزلت كلها سواء عم تختلط، اكيد الا ما تتلوث. بس في عنا نحن التكرير المي اللي عم بتصير بتكرير المي بالدولة هيدي، فهيدي بتكررها المي. بس قد ما كان بناخذ نحن احتياطاتنا مشان ما يصير شيء، مشان ما تتلوث هالمي هيدي. نعم. بتؤدي لامراض قلنا السرطانية، بتؤدي لامراض الربو، بتؤدي لمرض اللي عندهم ضعف بالعضلة القلب، ببطل الاكسجين يفوت يعني بتنشئوا الهواء بصعوبة، ببطل هالاكسجين يوصل للدماغ. بتؤدي لامراض كثيرة كمان. مثل شو؟ امراض كثيرة في مثل ما ذكرتي حضرتك هلا، امراض العقم، وكل الامراض اللي ملاريا هلأ. بتؤدي للملاريا؟ بتؤدي للملاريا في حال اكيد بيكتروا الحشرات، الحشرات بدها تنتقل من هالزبالة هيدي لتجي على الانسان، بتؤدي لهالامراض هيدي. نعم. وهيدي كمان
يمكن تأدينا لأمراض تانية إنه بتنتقل العدوى من شخص لشخص. هذا لكن ذكرته بالتنفس أو باللمس. في شيء باللمس وفي شيء بالتنفس يعني. في شيء باللمس. باللمس في حال حسب نوع المرض اللي هو اللي انتقل اللي أخده هالشخص هذا. في حال كمان هالشخص فات انتقل على المستشفى كمان بدون يعزلوه لحتى ما يعدي مشان ما يعدي حدا غيره. طيب وقديه الاشخاص الصغار بالعمر او حديثي الولاده معرضين للامراض اكثر من الاشخاص كتير اللي كتير هم مقدمين بالعمر؟ اول ما بيخلق الولد ما بيكون عنده ما بيكون المناعه اللي عنده بتكون ضعيفه كثير واي يعني هالريحه اللي عم يتنشقها من خلال الحرق الزبالي بتأدي دغري بتنقله المرض دغري ويمكن ياخذ الربو ينتقل الربو لقلبه باسرع بطريقه سريعه اكثر من الانسان الكبير بالعمر. يعني هل ممكن الاهل يكونوا هن سبب لنقل العدوى لاولادهم؟ سبب نقل العدوى مجرد ما تنشأوا اكيد بما انه بينتقل بالتنفس الاهل طالما انه هالزميلي انه مش هن اللي سبب الزباله اللي حاطينا اللي عم تنكب بهالطرقات هيدي كلها يتسوى. اكيد بدهم يحافظوا على صحته للولد يعني يمكن يحطوا له كمامه خلال رح نحكي عن موضوع الكمامات لاحقا بس خلينا بالذات بموضوع الحرق. بعد الحرق في حال ما انحرقت الزباله بقيت مثل ما هي قد ايه ممكن تتاكسد وتتفاعل مع حراره الشمس في حال عليت درجات الحراره مع الايام المقبله وخاصه بنعرف انه في مواد سريعه الاشتعال تحت أشعة الشمس يعني ممكن تحترق الزبالة لحالها بدون ما يكون الإنسان هو عم يفتعل حرق. فقدي الأضرار هون كمان بتكون كبيرة في حال ما احترقت؟ هي نفس الأضرار في يمكن يكون مكبوب شيء نايلون مكبوب بلاستيك مكبوب أي شيء ضمن هالزبالة هيدي عم تتفاعل مع حرارة الشمس عم تشعل مع حرارة الشمس عم تشعل بطريقة سريعة كلها يتسوى هل يعني هي نفس طريقة الحرق اللي عم تصير بس هيدي مش عم تشعل هيدي عم تكون عم تمثل بالدخان كله يتسوى وهذا الدخان خطر كتير لأنه بطريقة بتنشؤنا لقاله نحن كمان عم ننضر عم ننضر من خلاله فبدون ينحط عليها مادة مثل الكلس كله لتنعزل كله بشكل إنه ما هي على طرقات بدها نعزلها بدها تنعزل بمواد كلسية سكر كله يعني بنصب بيتون عليها مش بيتون بتجي بودرة بيضة بودرة بيضة بس لحتى تعزل الحرارة كلها مشان ما تاخد هالحرارة مشان ما تتأثر بس في عنا جبال على الطرقات يعني بدون شيء هلأ مش قادرين نمرق مش عم دفع بعد شوية شو بس مش عم دفع بس بالعكس هو إذا جيت لقلب أنا فضي أنه لا ينشيلوا هيدا كلها يتنصوا ما يبقوا على الطرقات نحن اليوم عم نحكي على الخطر أنه في حال كانت هالزبالة مكبوبة على الطرقات أنا اليوم بدي إياهم إذا يشيلوهم يروحوا يعملوا لهم ريسايكلينج يفرزوها للنفايات كلياتها يشيل اذا اليوم نحكي بكميه الزبالة اليوم انت كشركات متخصصه مش كافراد ببيوتهم مش ايه اكيد نعم اذا بدنا نفصل اليوم الزبالة كلياتها ما بتطلع 2 او 3% من هالاوساخ هيدي كلياتها سوا بينما 70% هي المضره بالنفايات اللي هي البلاستيك والكرتون وكل الاشياء اللي طالعه من يمكن يكون جاي من المستشفيات يمكن يكون جاي من اي شركات صناعيه يعني الاشخاص ببيوتهم هيك يمكن يساعدوا البيئه شوي هن لحالهم يجربوا يفرزوا النفايات يعربوا المواد البلاستيكيه المواد المعدنيه لحال مزبوط. والمواد العضويه تنحط بكياس لحالها كمان لحتى هيك بنفس الوقت نكون عم نسهل العمليه اكثر واكثر وهيك يمكن بعرف كثير اشخاص بيفصلوا الزباله بحطوها بالوان يعني في اشخاص بتفصل الزباله المعدنيه والبلاستيكيه باكياس لونها ازرق والمواد العضويه باكياس سوداء هيك بتسهل على الشركات لما ترجع تفرز الزباله بس هيدا اذا كان في شركات متخصصه عم بتقوم بفرز اكيد الزباله يلي عم بتلمها من اليوم بعطيكي مثل بس مثل ما ذكرت من شوي المستشفيات يعني قد في خطر اكبر على البيئه وعلى المواطن من خلال الزباله يلي عم تطلع من داخل المستشفيات وتنكب كمان على الطرقات لانه هالمواد هيدي خاصه اذا فيها مواد مشعه لما تكون موجوده يعني الخطر اكبر وعم بيزيد مزبوط ما اللي تفضلتي في حضرتك هلا انه هالمواد الاشعه كلها الريون اكس اللي عم تطلع من المستشفيات وعم تنكبر هيدي بتشكل خطر لانه كلها مواد صلبه بالاضافه للشركات اللي عم تكب كمان غراضها اللي عم تكب وسخها كمان برا كل المواد الصلبه هيدي بتشكل اضرار صحيه على الانسان وعلى البيئه فمشان هيك اليوم بنطالب فيه انه
تنشال هالزباله هذه كلها وتروح تتكرر كلها تنعمل تدوير لها ريسايكلينج لحتى لحتى نتجنب هالمشاكل هذه اللي عم تجينا من قبل المستشفيات او الشركات الصناعيه. طيب كثير من الاشخاص بيقولوا ما بدي اطلع من البيت بلا ما احط كمامه على وجهي، قد ايه الكمامه ممكن توقي الاشخاص من انتقال العدوى او تنشؤ المواد الغير سليمه وبنفس الوقت تنشؤ الديوكسيد الكربون لما بطلنا عم نتنشا الاكسجين، قد ايه هيدا قد ايه الكمامات هي بتفيد الموجوده بالصيدليات ولا في نوع كمامات متخصص تنوضعه على تمنا؟ الكمامات هي الموجوده بالصيدليات هي ما كمامات لحتى توقينا من المخاطر، هي كمامه بس انه مجرد فلتراج صغير يعني، بينما الكمامات الموجوده هي بده يكون فيها فلتراج بتنحط هي للتنشؤ الغاز بس، وهذه موجوده يمكن عند الدفاع المدني او الصليب الاحمر موجوده مش موجوده بالصيدليات مش موجوده بالصيدليات او بمكان متخصص يعني لهالامور هذه كلها تسوى، هيدي اللي بتعزل اللي بتنقينا وبتنقل يعني بنتشق الهواء النقي منه في حالتك بس ما يعني بتعمل فلتراج للهواء اللي عم يتنشق صحيح مش الكمامه العاديه بتلاقي كل العالم انه حاطه ماسك وماشي على الطرق هذه، نحن اليوم بدنا نحكي انه لا نحن صرنا بدنا نخلص من هالزباله، بدنا نحاول نحكي نوجد حلول لهالزباله هذه كلها، ما ضلنا نحكي انه الزباله بتركمه على الطرقات وكيف بدنا نحرقها وما ادري شو هيك، هذا اللي نحن عم نطالب فيه اليوم انه يا تشتغل على الصعيد نشتغل على الصعيد مناطقي كل منطقة وهي وضيع درمندارة يشتغلوا على التدوير، يا أما نلاقي إنه الدولة تلاقينا حل إنه تجيب معمل وتكرر هالدور هالزبيلة هيدي تفصلوا عن بعضهم إن شاء الله الحل بيكون قريب ومخلص من هذا الموضوع. شكرا لوجودك معنا جورج منصور مسؤول السلام العام بالمركز الدولي للتدريب والاستشارات، أهلا وسهلا. مرسي كتير. مشاهدينا راح نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعدها راح نكون نحن وياكم مع غادة دغفل مخرجة قلبي دق حتى نحكي أكثر عن هالمسلسل تحديدا قدي حاز على اهتمام المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك وفعلا حاز على المرتبة الأولى، وأكيد راح يحاولها ضيفي راح يحاولها صديقي شادي ريشا أكيد ضمن هيدي الفقرة، وفعلا هو أيضا نمبر وان بخلال هالمسلسل. لحظات ومنرجع مشاهدينا، بنرجع لحتى نتابع صباح لبنان. تحية لكل الأشخاص اللي عم ترافقوا معنا بهالصبحية، يمكن أصعب مرة كنت أتلين هم الحوار لأنه أنا جزء من النجاح يلي حققته هي وحققناه كلنا سوا. خلونا بالبداية أشكر فريق الأعداد على اللفتة، ندى عبد النور شكرا لك، سينتيا الأسمى شكرا على المفاجأة واللفتة الحلوة، يمكن من أصعب المرات اللي أنا بحس حالي بموقف المحاور يلي عم يحكي بنفس الوقت عن عمل هو له علاقة فيه بطريقة مباشرة، ولكن شكرا لمحبتكم لكل طاقم العمل ولا دعمكم دائما لكل مش بس لإلي لكل شخص بينجح بغير سرب صباح لبنان. ضيفتي بتعشق الإخراج الكوميدي، رح نحكي عنها ومعها أكثر ما بعد النجاح يلي حققه مسلسل البداء واحتل الصدارة بالرغم من كل يلي نقال وكل يلي غاروا وكل يلي حكيوا. مسلسل البداء كان نمبر 1 برمضان 2015، كان في سر بالطبخة على كل حال رح نحكي عن تفاصيله، رح نحكي عن الإخراج وعن أمور أخرى ضمن فقرة دارنيير أوفر. بتعشق الإخراج الكوميدي ولكن هذا ما بيعني أنه هي كمان بتبرع بالدراما، كونها مرحة هي بطبعها بتميل للكوميديا، ومثل ما كلنا بنعرف أنه يلي بيضحك الناس أصعب بكتير من أنه يبكيون. هي يلي أخرجت العديد من المسلسلات مثل تقريبا قصة حب متر ندى، كانت مخرجة منفذة بآخر خبر، وكانت منتج منفذ بفيلم شربل اللي هو من إخراج زوجة نبيل لبس. نبيل صباح الخير، بعرف عم بتتابعنا، صباح الخير لك. عملت أيضا بمجال الكليبات ريبورتس الوثائقي وغيرها، كان لها باع طويل بعالم الإخراج وعالم التلفزيون، كان لها فضل كتير كبير بنجاح مسلسل البداء وتبوء المركز الأول بسباق رمضاني لموسم 2015 بين كل المنافسة اللي كانت حامية برمضان 2015. ليش غادة دخفل بعيدة عن أعين الصحافة؟ ليش أوقات يمكن منحسها مش أخدة حقها؟ وليش اختفت فترة عن الساحة الفنية؟ كلها أسئلة رح نحكيها
ونطرحها مع ضيفتي لليوم مخرجة المسلسل نمبر 1 برمضان غادة دخل. صباح الخير. صباح النور شبي، كيفك؟ كمل انترو بعد. خلص كتير طويلة. ثانك يو. شو أخبارك؟ تشكر الله، ماشي الحال. ماشي الحال. عايشين. ألف مبروك لإلنا ولإلك نجاح قلبي. بعرف أنه كلنا مرقنا بفترة تصوير، بفترة تعب، ولكن الواحد لما بيحصد النجاح على الهواء بينسى كل تعب يلي عمله. صح. رح نحكي عن قلبي داء، رح أحكي عن سر نجاح المسلسل، ولكن قبل هيك رح أمشي معك بأوفر فيو سريعة. ضيعة والإنهة، ليش بعد ما شفناه عم ينعرض على التلفزيون؟ الحقيقة ضيعة والإنهة قصة قصة، يعني مسلسل أنا ما كنت بديه، وكنت مرقة بفترة بعدت عن الشغل، فشاب رفيقي يلي هو نيكولا حداد اتصل فيي وقال لي انه في شخص حابب ينتج مسلسل من كتابته. قريت النص حبيته، عملت شوية تعديلات وتصليحات، واستعنت بأصدقاء لألي ممثلين لبنانية، وبوجه لهم تحية، سلطان ديب، جسي عبدو، ختام اللحام، جورج حريق. سلطان قصة كبيرة عم بتابعنا، سلطان شغلة كبيرة، سلطان حريق قلبي. قلبي دا كمان تحية فعلا كبيرة لا موهبته المتفردة ولا أدائه المتميز فعلا دائما بكل المسلسلات. أبدع بالدراما وأبدع بالكوميدي، وجوكر بالنسبة لي أنا سلطان جوكر. ومحمد خير جراح صديقي الممثل السوري، وعملنا هالمسلسل الحلو، كان كتير حلو فعلا تصوير وجو تصوير، وكان جو ضيعة، بس لهلأ بعد ما نبيع لأسباب ما نعرف كيف لازم يتسوق له، فينا ساعي هلأ إن شاء الله خير. هو المسلسل كوميدي بحت، ذكرنا يعني كمان يعني من وراء العنوان، وكنت عم بحكي انا وياك تحت الهوا كمان بضيعه ضيعه اللي هو المسلسل السوري يلي اخذ ضجه، كان وقت انعرض بطريقه كثير يعني فيها النهفه الضيعه، ونحن خفنا من الاسم انه يكون ضيعه ضيعه وضيعه والانهه قريب، بس لانه نفس الجو والمود والتام قلنا نحن لا ناخذ هالمخاطره. صح. وان شاء الله خير، ان شاء الله يبصر حال. النتيجه حلوه اكيد، ولكن ناطرين نشوفها، ولكن شكلها النتيجه حلوه وكذابه بعد ما شفناها. حلوه وكذابه كان في مساحه انه يكون من اخراجك. ايه حلوه وكذابه كان لالي بصراحه، كانت امي مريضه وانا وقفت كل شغلي لحتى اكون معها، وبهالفتره اتصل في مروان حداد وطلب مني اني انا اعمل له اخراجه، ونطرني فعلا، يعني انا بشكره نطرني واتصل فيه عدة مرات، بس أنا اعتذرت لأنه أمي كانت مريضة، وكنت أنا حدا على أمل أنه صح، بس ربنا عنده غير. بتلومي طب لأنه كان في أكيد تقصير بأدى لوفاة. مليون بالمية، مليون بالمية. بتحسي بعد في عنا هالتقصير رح نحكي عن تقصير الدراما، ولكن بالمجال الطبي أكيد. شو تغير شادي؟ شو تغير؟ شو تغير؟ مع احترامي لكل الأطباء يلي بيشتغلوا من قلبهم، بس في أطباء بيشتغلوا مش من قلبهم، وبالنسبة لهم الطبابة هي وسيلة لحتى نحصل على مال كتير، لأنه بنعرف نحن أنه في عنا نقص بهالمجال. لا مش رسالة أبدا أبدا. إذا ممكن تفوت هالشي غدا بعمل ممكن تقدميه، يا ريت بقدر، يا ريت بقدر، أو ما بعرف. أنا لو في ضوي على هالشغلة بشكل كتير واضح وصريح وبضوي ما بقصر يعني، بس مين بيساعدك؟ مين بيقف حدك؟ مين بيكتب هالنص الجريء يلي بيتوجه فيه للملامة وبيوجه أصبع الاتهام بشكل كتير واضح؟ دلني مين؟ مين بيجرأ ينتج؟ الكتابات كلها والمنتجين عم يتوجهوا باتجاه واحد، عم بيكون عندهم حسابات شخصية واحدة على حساب الدراما، وعم بحكي عن دراما لبنانية هون تحديدا. يعني اليوم الدراما اللبنانية مغبونة من خلال يلي عم بيصير اليوم من انتاجات مشتركة عربية ومن كل هالخلطة يلي عم نشوفها على الشاشة. ايه انا بالنسبه لي إيه؟ عندك عتب اليوم غدا على الانتاج؟ عندي عتب كتير كبير، عندي عتب كتير كبير على منتجين عم يتجاهلوا مواهب لبنانيه ممتازه ويستعيدوا عنا بمواهب مش لبنانيه، بوقت يلي نحن عندنا كميه هايله بتعبي الساحه وفائض كمان. ليه نحن بدنا نقعد ننطر ونتعلم وناخذ دور ثاني وثالث ورابع، ويجي غيرنا ياخذ دور اول ببلدنا بمنطقتنا؟ ليه؟ خلي كل واحد ياخذ حقه. اللبناني ما ناقصه شيء، لا كتابيا ولا اخراجيا ولا تمثيليا، عندنا مواهب رائعه. صح.
ليه بدها تقعد ببيتها وغيرها تاخذ الادوار؟ واذا اخذت دوره او اجاها دور لحتى تاخده عم تاخده كثير مأخره والانتاج كثير مقصر معها من ناحيه الماده يلي بتدعم العمل. يعني شئنا ام ابينا الموهبه كثير مهمه على كل الاصعده ورا الكاميرا وقدامها، بس الماده هي اللي بتدعم وهي اللي بتخلي عملك يبدأ. او الاسامي اللي عم يجيبوها بتبيع قد ايه بتامني بهالشيء اللي عم ينقال بهالمقوله؟ ليك على صعيد انها تنتشر ايه اكيد، نحن صرنا بمرحله هلا انه اذا جبت اسامي من برا هالعمل رح يروح على هالبلد يلي جبت الممثل منه، ان كان مصر ان كان سوريا ان كان الخليج ان كان قلنا ايه وقلنا لا. ولكن البداء كسب الرهان، البداء كان مسلسل لبناني صرف صح بالكاست صح تبعه، وقدر صح يخرق اول 20 مسلسل بالعالم العربي، كان اللبناني الوحيد بهالسباق بين بالعالم العربي وكان نمبر 1 بلبنان بغض النظر، ومع كل الاحترام وتقدير لكل النجوم يلي كانوا عم يتنافسوا على الشاشات الاخرى، نحن كنا نمبر 1 بلبنان وهي بلبنان ايه صحيح. ولكن بالعالم العربي قدرنا نخرق. انت يعني اليوم كارين رزق الله رهينة من خلال الكتابة اللبنانية الصرف كانت عم بتقول، يعني هذه بدردشة انا وياها كانت عم تقولي انه ليش ما بدنا نخرق السوق العربي بانتاج لبناني صرف، ليه ما ضروري دايما نخرقه بانتاج مشترك؟ لقلك كثير حلو اذا مبرر، لقلك شغل بس اذا مش مبرر ليش لا؟ لو قلبي دق نعطاله فرصة الدعم الانتاجي يلي انعطت لغير مسلسلات كان خرق وطلع نمبر 1 مش بس بلبنان، انا اكيد كان خرق وكسر الارض بكل المنطقه العربيه بامتياز، لانه ما ناقصه شيء، مسلسل كان كامل متكامل ناقصه كان هو ضعف انتاجي. يعني هالضعف يلي لمسته العالم وفي كثير ناس حكوا وقالوا انه هو الاكثر انتاجا لا الاكثر كذا لا، ولكن هو نمبر 1 اليوم. الملامه على مين توقع؟ على الانتاج، على الانتاج 100%. نحن كفريق عمل موجودين، ناقصنا دعم انتاجي لحتى فريق عملي انا ادعمه بناس قويه، ناس مخضرمه، ناس عندها خبره اكثر لحتى تساعد. يعني انا مش انا ضد انه نجيبهم كلهم ماكسيموم برو وهالصغار يضلوا بالبيت، لا كلنا بنشتغل عمل كامل متكامل بقوه، يكون في ناس قويه تدعم الصغار والصغار يتعلموا لحتى يصيروا هن بيوم من الايام اكيد الممثلين مش ناقصهم شيء، النص رائع، كان ناقصنا هالانتاج. مين احسن ممثل كان على السات عندك؟ بصراحه سلطان اكيد سلطان حبيب قلبي وبيستاهل يكون هو افضل واحد. ليك شادي كل واحد ادى دوره بطريقه كثير حلوه، رائع يعني اذا بدي سمي بخاف انسى حدا. مع حفظ الالقاب بنقولها دانيال، رندا كعدي، رفقه زير، عصام الاشقر، سلطان ديب، انت شادي، ليشا لوحي حبيبي، تينا اضباشا، تينا اضباشا صوره على الهواء، قول معي رشال نخول، رشال نخول بالتعاد، ستفاني سالم، ميشيل حوراني صديقي، ميشيل حوراني ستة زينون هذا نحن هون. مين ختاني يكون ناسين حدا؟ غيث اكيد يوردو كريم. رح نحكي على كل حال، اكيد يوردو كريم، عن هالثنائيه غدا اللي ضجت علم، يعني كل الناس يلي كانوا شايفين كارين هون، كمان الاحتفاليه سوا بنجاح ومشكوره اذا صوت الغد على غياس واكد وجه التحليل كل حال جوني الكل ميشيل كل طاقم مروان خوري قد حلوه الغنيه ميشيل ساسين البداء مروان خوري كان دعم مش طبيعي، كلماته والحانه وادائه كانت دعم. خلينا احكي عن الثنائي ابطال المسلسل يورغو شلهوب وكارين رزق الله. اليوم كارين عم تعمل نقله نوعيه من صح. الكوميدي الصرف ومن هالثنائيه مع زوجها فادي شربل يلي كلنا تعودنا عليها وكل الناس معود عليها، اليوم نقلت شفت 180 درجه بثنائيه مع يورغو، العالم مغرومه فيهم هلا صح. يعني العالم هن الكوب الايديال بالنسبه لهم. خبرينا عن التعامل اول شيء مع كارين الكاتبه والتحضير يلي صار قبل المسلسل وعلى سات قبل ما نحكي عن يورغو شلهوب. كارين يلي ما بيعرفها بيجهلها بصراحه، كارين هي طفله طفلة بجسم امرأة، بس هي طفلة بيبي ولد، بتعاملها مع العالم، بتعاطيها مع الناس، بحياتها اليومية. يعني بتحس انه اوقات قالوا لي وانا فكرت انه لازم غيرها 100% لهالإنسانة، بس لقيت انه لا، في بعض النهفات والحركات وضو عليهم بالصحافة انه
غادة غيرت كريم رزق الله كومبليتلي، نسيتنا كيف كانت شخصيتها بثنائيتها مع جوزها فادي انا وبيكا يعني الا ببعض المطارح ما فيك ببعض المطارح هذه هي هي كريم يعني نحفتها ونكتتها وضحكتها ودمعتها هي هي ان ريل لايف. يعني انا بعرف على السيت قد ايه كريم كان عندها حرص انه اوقات تعيد المشهد وانت كان عندك حرص تقولي لها لا هون رحتي باتجاه مرتي وانا رجعوا لان انا من اول ما قريت النص شادي انا رهنت انه هذا نص ذهب بين ايدي ريتو بظرف 3 او 4 ايام نصك حد هو البطل كله. بهالعمل أكيد. انا قلت لها لكارين على صعيد الشخصي وهذا بشهاده كل الناس هو بطل هالعمل النص اللي كتبته كارين ركيزه كل عمل ناجح هو نص جيد او ممتاز او رائع او حسب الكتابه ممثلين واخراج هول الثلاثه والمخرج ما في مخرج ناجح في فريق عمل ناجح انا ماني شيء بدون فريقي انا فريقي يلي معي من 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 الشخص يلي بيعمل القهوة وبيساعدنا لحتى ننظف السات لا الارت دايركتور شادي بورو والدي او بي اللي على مودونا سركيس حبيبة قلبي بوجه لها تحية يعطيهم الف عافية كلهم كل طاقم العمل حتى الاسيستنت دايركتور ميريال كل ميريال سميد من كل قلبه داني عواد ميك اب ارتست للشعر كل الاشخاص يعني اللي اشتغلوا يعني بدي اسمي بخبر هذا هالروح يلي كنا عم نشتغل فيها هالمسلسل تحديدا قد ايه انعكست على التصوير قد ايه هي يلي كانت مساهم اول بنجاح البدايه لو ما هالنفسيه الحلوه لو ما اشتغلنا كعائله وحده اكيد ما كنا ضيعنا انت بتعرف شو مرقنا بظروف صعبه شو صار في تعب شو صار في مرض شو صار في انا مرقت بظروف كتير صعبه واضطريت اني وقف لانه كمان راح بابا اجا نبيل توزي لبوس كفى عني كم يوم لحتى اقدر ارجع اوقف على اجري وكفي العمل لو ما كلنا كنا قلب واحد وايد وحده وكان وقف العمل كان وقف اكيد يعني ليك اخذ معنا سنه صحيح بلشنا بايلول صحيح رح نوصل على ايلول يعني صار لنا سنه تقريبا سنه هيدا سنه عم نحكي على الارض هيدا بهالوقت السنه الماضيه كنا عم نعمل ريدنج سنتين كمان قبل بالتحضيرات بين كتابه وكاستنج وكل التحضيرات بس لانه اشتغلنا قلب واحد لانه كلنا عائله واحده يعني فتنا بهالنفسيه وكفينا للاخر هيك نجح العمل يوم انا شغله واحده بديك تقوليها لكارين رزق الله تقولي يا ريت يا كارين شو يا ريت يا كارين بلشت تكتبي قبل بلشت تكتبي هالشي يلي بين ايدينا من بدايتك عملتي حلو كذابه وعملتي اخترب الحي وعملتي هلا الامبله قلبي دق يا ريتك بلشتي من 10 سنين وما توقفي كتابه وما توقفي تمثيل اكيد يورجو شلهوب كيف كان التعاون مع يورجو شلهوب يورجو اول بامتياز بامتياز حاله مدرسه يورجو كثير كثير كان على السات جو البوزيتيف ضحكته دائما ولا مره اعترض ولا مره انتقد ولا مره نقنق انه انا ممثل درجه اولى لازم يكون عندي شو بعرفني كارافان لازم يكون اجي على الوقت ما لازم انطر ابدا كنت تشوفه يوصل اوقات يصير معنا شويه مشاكل يضطر ينطر ساعه ساعتين يحط كبات النسكافيه ولا سيجاره ويقعد ماشي عطوا البسمه عطى بوزيتيف انرجي مش طبيعيه على السات ساعدتنا كلنا وانا بشكره على كل يورجو اليوم وقت يعني موجود حدي يورجو يعني هو الاول فيكون لبنان الاول عربيا بانتشاره اذا هو بده واذا تابع بالطريقه اللي عم بيقدر فيها العالم ما في صبيه ما انغرمت فيه لقلبي ده حتى فؤاد بقلبي ده انغرم بيورجو هذا كان الرهان يعني انه كريم رزق الله تفرجي وجه جديد ويورجو شلهوب كل البنات ينغرموا فيه كل النساء ينغرموا فيه وهيدا اللي صار يورجو انا بحس هو عم بكتير ياخذ وقته لحتى يختار النص دائما انا اكيد عم ينعرض عليه عشرات النصوص عم يختار كتير عم يتأنى عم ياخذ وقته بتحسيها ايجابيه لإله او لا اكيد ايجابيه لا اكيد ايجابيه اكيد ايجابيه انك تاخذ وقتك باختيار نصوصك مش كل شيء تقول عنه ايه لحتى بالاخر يصير كل ما يقلب الواحد يشوفك بتحرق حالك يعني هاي شغله وشغله ثانيه مش كل النصوص بينقال عنها ايه مش كل النصوص ناجحه وحلوه وبتضرب يعني اليوم انت مع ثنائيه جديده ليورجو وكريم 100% بس انا مش مع جزء ثاني لقلبي ده قلبي ده خلص هيدا حجمه اخذ حقه وصل لقلوب يعني العالم خلصت اختار الناس يعني عم يسالونا وعم يسالوا انه
في جزء تاني قلبي داق، بليز اعملوه فيلم سيني. انت مع انه هالقصة تتكمل او خلص خلصت؟ ايه انا بالنسبة لي خلصت، خلصت هون. بتفشل اذا رجعت بجزء تاني؟ بظن بظن الا اذا غيرت فيها الكاتب كتير اشياء، دخلت عناصر جديدة، يعني بدها برين ستورمينج، بدها جلسات وبدها فترة كتير طويلة. انا بفضل انه لا، هاي الشخصيات الحلوة بس مش بسرعة، يعني ما تنزل بأيلول او تنزل، لا تاخد وقتها، تاخد سنة واكتر من سنة. هالثنائية يرجع ينعمل لمسلسل ثاني بخلطة ثانية بقصة ثانية، اكيد اكيد تكون باطار جديد، لانه نبقى على نجاح قلبي داق على انه العالم يقولوا انه بس هيدا اللايت الحلو الكوميدي اللي بذكرنا بالجود اول دايز تبع تلفزيون لبنان مع عبد المجيد مجذوب. قالوا على السوشيال ميديا انه ذكرتهم هالثنائيه بعبد المجيد مجذوب وراحل هند ابي لمع. صح صح، لانه كثير بتشبهها، كثير بتشبهها، هل 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 هالحب الناعم السهل الممتنع، هال هالمشاكل يلي بحبها وما بدي الا هذا الناس بحبوه واشتاقوا له. هال اليوم من بعد قلبي داق كل العالم ناطره شو يعني، بيلتقوا بالممثلين شو عم بتحضروا، شو عم تعملوا، بيلتقوا فينا بيسالونا، بيلتقوا بغاده شو عم بتحضر، شو من بعد قلبي داق؟ حكما حكما في شهر رياحه للكل، للممثلين، لفريق العمل، لإلي، وفي عدة اجتماعات وفي عدة لقاءات مع عدة شركات، صرت يعني عم جرب قد ما في بعدل حتى ارتاح اخذ نفسي مثل ما بيقولوا لارجع فوت فيها. فهالاسبوع شبه مصيري بالنسبة لإلي، عندي كم اجتماع فلا شوف مثل ما الله بيريد. بتحسي انه من بعد قلبي داق الكل، على كل حال الكل ممنوع الغلط من بعد قلبي داق؟ اكيد اكيد، يعني ليك حكما بدنا نغلط، وحكما ممكن نفوت بعمل يكون اقل قوه من قلبي داق، لان قلبي داق اجى خبطه كثير قويه فاقت توقعاتنا. بس مش معناتها انه نقعد وننطر عمل هالقد، يمكن ننطر 5 سنين لحتى يجي نص مثل هيدا النص بين ايدينا، ولكن نعرف نختار. بس انه نعرف نختار اكيد، ما تكون دعسه كثير ناقصه، ممكن ما تكون بمساواتها، اقل شوي. شو قالك نبيل لبوس عن النجاح اللي حققه؟ لما بعرف هو كان جزء لا يتجزأ من هالعمل يعني. ايه نبيل لبوس كان له العمل. صحيح. معك خبر. أكيد. نبيل لبوس كان له العمل. بتذكر وقت عرفني عليك بإطار ايجل فيلمز، قالك شادي ريشا فؤاد. صار هذا فؤاد. كان لنبيل لبوس، نبيل قري العمل وحبه كتير وبلش بالتحضيرات. شو قالك لما شاف النتيجة على الشاشة؟ يعني صحيح نبيل بالفترة اللي أنت غبت بسبب وفاة والدك الله يرحمه تقريبا أسبوع كان هو عم بغطي. صح. أيام التصوير اللي هن 3 أو 4 أيام، ولكن النتيجة البرودكت النهائي اللي شافه على الهواء، شو قال لك نبيل؟ يعني قولي لي شيء إيجابي وشيء سلبي، كيف انتقد نبيل لبوس؟ انتقد ضعف الإنتاج يلي أي إنسان أي شخص لاحظه، إن كان مشاهد عادي وإن كان أكيد بقوة أكتر بوضوح أكتر بالضمان، لاحظ انه في نقص مش طبيعي بالمعدات، في 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 ضعف انتاجي بامتياز، هذا اللي انتقدوا زعل عليه يعني. بس الشيء الحلو انه شاف الكومباك تبعي كانت كثير قويه، يعني قال لي انا كنت ناطر هذا العمل لحتى اشوف، او فعلا بقول لك هذا لا عادي بالبيت وتفرغي للكتاب لان انا كمان قلمي حلو، او لا انت مخرجه جيده. ف ببعض المطارح كان نقده لاذع، وبس all in all بالكونسبت اللي نحن فيه قال لي لا. وانت كيف انتقدت حالك اليوم اذا انت غادة دخفل عم تحضري مشاهدة انتقدي شغلة واحدة اخراجيا عم بحكي؟ بتصور ما تلومي لا الانتاج ولا حدا. لا لا انا انا بتصور تسرعت ببعض المشاهد، كان فيني اتأنى فيها اكتر، قطع اكتر. انا حكما بحب التقطيع كتير، ما بحب الوان شوتات، بس في بعض الاوقات اضطريت او كنت مزعوجه او مزروكه مثل ما بنقول بمجالنا، فبقول لا كان فيني اتأنى اكثر، كان فيني اخذ غير كادر، كان فيني اخذها من غير انجل، بتصور كان طلعت اجمل او زيد عليها. هلا بس احضر، فحكما بس تحضر الشغله بتقول اكيد كان فيني اعمل غير اشياء فيها. اكيد. غدا لما خلص مسلسل قلبي داق كتبتي على فيسبوك شيء كثير لمس،
كتار يعني رح اقرا هيك ابرز ما كتبت. قلت قلبي دق مسلسل لبناني بامتياز، من قلبي بشكر قلوبكم يلي دقت معنا، بشكر الضحكه والدمعه اللي شاركتونا فيها، بشكر تشجيعكم وكلامكم الحلو، كل حلقه كانت تنزل كنت شوف واسمع تفاعلكم مع ومعنا، كنت عارف اتاكد اكثر واكثر انه الدراما اللبنانيه بعدها بألف خير. من بعد قلبي دق دراما لبنانيه رح تصير اكثر بألف خير، هون عم بحكي عن دراما لبنانيه الصرف. طالما اليوم قلبي دق كان مفصله بالدراما اللبنانيه، يعني رجع وعى العالم انه ايه في شيء اسمه لبنان صرف بينجح وبيجيب ريتنج وبيجيب اعلانات. ومش بس هيك، على صعيد يعني المشاهد اللبناني فرجى المنتجين انه ساعدونا لحتى نحضر نحن ونشجعكم، انتوا دعموا الدراما اللبنانيه، يعني بالنهايه المشاهد اللبناني هو الحكم وهو اللي بيساعدنا نحن. نحن لو ما كل شخص حضر وشجع وعطانا من خلال الشاشة حتى بوزيتيف انرجي ما كنا وصلنا. المشاهد اللبناني هو يلي عم بيقول للمنتج انه ساعدوا الدراما اللبنانية لحتى توصل، ونحن رح ندعمكم بالمشاهدة وبالتشجيع. يعني انا بشكر كل شخص كتب جملة حلوة، كل شخص تابعنا وشجعنا، وكل شخص انتقد انتقاد سلبي بقول له روق على وضعك، طول بالك، دراما لبنانية بألف خير، زال على الأرض وشوف شو عم بيصير، ما تقعد ببيتك ورا الاي سي. بس في أوقات العالم بتتوقع تشوف يعني شوف بيرفكشن قدامها، يعني يمكن الأشخاص اللي انتقدوا ما بيعرفوا الظروف يلي قبل ما ينتقد يشوف شو الظروف. أنا ما بقدر هيك أحكم جزافا مثل ما بيقولوا على شغله شايفتها من بعيد وبرجع بقول كلمه بنظر عليها. لا لا حبيبي، تعال شوف شو عم بيصير، تعال شوف نحن فريق عملنا كم شخص، بأي كاميرا عم صور، شو المعدات اللي معنا، هل ثلاث اربع بروجيكتورات اللي معنا، ما فيك تجي الصوت عاطل. ليه الصوت عاطل؟ صوت عاطل الحق مش على المخرج، ولا حتى بلوم المهندس الصوت مع انه لازم يلام، بس لما الانتاج يعطيها هالقد بهول المعدات بدك تشتغل لوحدك هالنتيجه. بينما مسلسل نكب عليه 3 و4 و5 مليون دولار اكيد اذا وزد برغشه بتنلام. ليه؟ لانه في وراك 40 50 شخص ورا الكاميرا عم بيراقب ابسط الامور، المخرج في وراه 6 7 اسيستنيه، الارت دايركتور في وراه مئات الاف الدولارات بس عمول للديكور يلي بيعجبوا للمخرج. نحن ما كان عنا اياه هون، ما كان عنا اياه ابدا، يعني وصلنا لمرحله ببعض الاوقات كنتوا عم تغيروا تيبكم على الطريق، انه عيب ما بيقولوا ننشر غسيلنا قدام الاخوه. بس جرستينا لا بس عرفت هو كلهم محسوبين. بالنهايه بتطلع النتيجه شو؟ عمل حلو مهضوم قريب للناس. ساعتها المشاهد بغض النظر عن هالامور يلي انا بعتبرها جدا سطحيه، طلعوا على الباز، شوفوا التمثيل، شوفوا الاداء، شوفوا قد ايه قنعناكم، قد ايه وصلناكم، قد ايه كنا قراب لكم، قد ايه القصه بتشبهكم. كلنا بنغلط، ما في اغلاط، بتقطع برغشه، ما بتوز، ما بتقطع سياره لما ما يكون في دبل فيتراج، انه عرفت. سو ما عليه، طولوا بالكم، ادعمونا اكيد. مين دق هناك غدا من الوسط اللبناني؟ اشخاص اشتغلت معهم مخرجين قبل، ممثلين او مخرجين او ناس؟ ممثلين كثير 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 اصدقاء لإلي كثير، ما بحب سمي لما انسى حدا. مخرجين هنقطع الخط. مخرجين بتصدق اذا بقول لك غير نبيل لبوس؟ نبيل لبوس فعلا عم جرب اتذكر لما اظلم حدا. مين فاجئك اتصاله؟ مش ضروري يكون مخرج، يعني ما كنت متوقع يحكيك او يهنيك او يتصل وقلت اتصل؟ ما حدا لا للاسف. هل قد دومان في قله وفا؟ ايه مش عارف، انا قلتها من زمان، صادفوني بعيون بيروت، قلت لو بنشتغل ما رح اعمم بس تأشمل حالي، لو بنشتغل قد ربع ما بنحكي على غيرنا كنا سبقنا هوليوود. كانت وصلت المسج؟ لو بنشتغل قد ربع ما بنحكي عن بعضنا. الساحه كتير كبيره شادي وبتساعد الكل، اشتغلوا يا جماعه وبرهنوا، خلي العالم تحبكم،
ليه قاعدين تطعنوا بظهر بعضكم؟ على كل حال ما حدا بياخد شيء من قدام حدا غدا، كل واحد بينال نصيبه بهالحياة، واللي عنده شغلة فيه له نصيب فيها لو راح على المريخ ورجع وكان له دور بقلب دق رح ياخذ هالدور. وأنا كنت كتير محظوظ إنه كنت من طاقم العمل، اشتغلت مع عائلة البداء، لأنه إن كان من أول نهار التقيت فيه بكارين ورجعت عرفت على نبيل ورجعت عرفت عليك وعلى كل طاقم العمل، كنت محظوظ من محبتكم لألي وأنا انعكست محبة لكل واحد منكم. وهذه كمان مناسبة على الهواء لك، شكرا لك غادة على كل شيء اشتغلتي للمسلسل بالمجمل، وهون عم بحكي باسم كل ممثل وباسم كل شخص من طاقم العمل. شكرا لفؤاد ولشادي كمان بالمسلسل. مرسي لألك، وأنا بشكر كل فريق عملي شخص شخص، وبشكر كل الممثلين يلي تحملوني وطولوا بالهم. شو بدنا نعمل؟ مع انه عليك انا بعدني احسن كثير من غيري مخرجين، بس وبرجع بقول بوجه صرخه من تلفزيون لبنان للمنتجين، يا جماعه طلعوا بالدراما اللبنانيه، الدراما اللبنانيه بألف خير، بألف خير. وين كاميرتي؟ هون. بألف خير الدراما اللبنانيه، بس اعطونا فرصه وادعموها رجاءا، يعني بس لتشوفوا شو في مواهب بلبنان مخبية وقاعدة ببيوتها، لحتى نرجع نقبل، نحن بحاجة لألكم. بس رح أختم بالكلمة اللي أنت ختمت فيها على فيسبوك، ومن هلأ لنتلاقى بعمل جديد أنا وغادة وكل البداء وكل العمل، خلونا بالقلب. مشاهدينا صباح لبنان بتابع بعد الفاصل الإعلاني، رح نشوف مع شيف نادين أسيس ميني شيف، رح تكون عم بتحضر لنا كعك بالينسون وبحبة البركة ومفاجأة مهضومة للصغار وللكبار، فتابعونا نو زابينج صباح لبنان بتابع، خليكم معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا عن جديد ضمن فقرة المطبخ لليوم. مثل ما شايفين معي ميني شيف لليوم جايين، أكيد هي بنتها لشيف نادين أسيس، رح تكون معنا لحتى نحضر نحن وياها كعك بينسون. بونجور شيف، كيفك؟ اكيد شيف نادين صارت موجوده معنا على الهواء حتى تكون موجوده معنا هي وبنوتتها جين، حتى نحضر كعكه بيانسون. واليوم جين هي رح تحضر بايديها الكعك. مزبوط، اليوم جين هي اللي رح تعملنا الكعكات، اوكي، على هيك على طريقتها هي، اوكي. فهلا جين رح تخبرنا شو بدنا نحضر. احنا شيف نادين اليوم الماما بتقعد على جنب، ايه؟ اليوم جين بدها تحكي. اوكي يلا جين، شو بدنا نحن هلا لحتى نعمل كعك باليانسون؟ اول شيء هيدا شو؟ طحين. اوكي براف. شو كمان؟ سكر. اوكي، بيضة. يلا زبدة. باودر. بيكنج باودر. فانيل. جوز الطيب. هيدا شو؟ ايه بقى تقولون يا شيف اتركيها. ينسون شو هيدا؟ ناعم. ينسون ناعم وينسون حب. وينحب ينسون حب جين. لا هلا جين شو بدنا نعمل نحن هلا بهولي كلهم؟ شو بدنا نعمل فيهم؟ ايه بدنا نحط هول كلهم وين؟ مع الطحين. وشو بدنا نعمل فيهم؟ بدنا نعجنهم. شو تيصيروا شو؟ بدنا نعجن. خلينا نبلش okay. بالتحضير جين انا وياك. يلا شو بدنا نعمل؟ يلا نحط السكين. ايه كلهم بنحطهم اكيد. طيب نادين شيف بدنا نعرف بترجع تعيد الانجريديان، نترك جين هي تشتغل لوحدها. اوكي يلا. فاذا نحن هلا لحتشوف المشاهدين انا عطيتهم المقادير. المقادير حكي عن الكيلو طحين، كل كيلو طحين بنحط له نص كيلو زبده، 300 جرام من السكر بودرة، اوكي، 3 ملاعق صغار بيكنج باودر، ملعقة صغيرة فانيل، ملعقة صغيرة جوزة الطيب، كمان ينسون ناعم بنحط تقريبا ملعقة كبيرة، وينسون حب كمان بنحط قدر 3 ملاعق كبار. اوكي كلهم بينحطوا مع بعضهم، ابدا ما بنحط مي، العجينة هي لحالها بتاخد بعضها. اوكي فاذا هلا نحن عم بشتغل انا الكمية نصها، يعني نص كيلو طحين، عم بشتغل 150 جرام سكر بودرة، بيضتين اوكي وزبدة، نرجع 250 جرام زبدة حطينا، 250 جرام يعني نص الكمية، ملعقة ونص بيكنج باودر. يلا رح أعطي جين أنا. أوكي. رح أحط هلأ يا جين الفانيل. أوكي نرجع جوزة الطيب.
نرجع قدام نحط ينسون ناعم بجوزة الطيب. ينسون ناعم ملعقة كبيرة بجوزة الطيب ملعقة صغيرة. أوكي. و ينسون حب. ينسون حب. هلأ ينسون حب رح نخليهم تحت تصير العجينة كلها ماسكة بعدها. نرجع بعدين منحط الينسون. أوكي أترحنا بحاجة لينسون حب تقريبا. أوكي ثلاث ملاعق كبار. داك. أوكي. يلا جين. هلأ جين بدك تشتغل فيهم. شو يا جين بدك أنت تشتغل فيهم؟ أنا أعمل معهم. بعد تلبس لك كفوف بإيديك؟ لا. لا يلا اوكي لكن بلش جين يلا بلش جنين لايهن يا جنجونه انا وياك لحالنا كانه بالبيت يلا انا بعملها جين كيف كانت عم تعجن امبارح على الفيسبوك مظبوط كانت عم تعجن بطريقه هلا بدك شوي لانه في الكاميرا سواتش اوكي يلا بلش برافو جين ايوه يعني عن جد فعلا بيقولوا انه الطبخ هم وغم مثل ما بيقولوا لا بالعكس الطبخ ولا اهون من هيك مثل الاولاد الصغار لما بدهم يلعبوا بشغله فعلا ناخذه بهيك الطريقه جين عندها اياها هوايه ايه ناخذها بهيك الطريقه وبصير كل شيء هرب بالمطبخ ايه يلا برافو هلا كلهم بصيروا عجينه الزبده اكيد بنشيلها من البراد حتى تصير بحراره الغرفه تقريبا ما بندوبها على النار اوكي اوكي وتلقائيا بتصير تدوب معنا وبتصير العجينه تاخذ بعضها مي ابدا ما بنحط ابدا ما بنحط مي هي الزبده والبيض كافيين انه يخلوا العجينه تتماسك يا عم مش يا حتى مع جين عم تتماسك العجينه يلا جين ما بدنا نشوف مامي بقى طحين ابدا ما بدنا نشوف سكر بدها تصير كل العجينه متماسكه في كثير اشخاص بيقولوا انا ما بحب اولادي يفوتوا معي على المطبخ مطبخ بيعجقوا الدنيا بالعكس اتركوني يفوتوا معكم على المطبخ خلوني اشتغلوا بهونوا عليكم شغل بنفس الوقت جين جين ربيت بالمطبخ يعني صار عندها اياها بدمها تحكيكي عن الطبخ خلص بتساليها مثلا شو بتحبي تعملي بتحكيكي عن الف شغله مثلا شو بتحب تعملي جين؟ خبرينا يا جين شو بتحب تعملي مع المامي شو تساعدينا بس انت عم تعجني عجني مزبوط وخبرينا خبروني جين بتعرف تغني صوتها كتير حلو شو يا جين؟ شو بك تسمعينا؟ لمين بك تقولي هاي هلا انت عم تعجني؟ قولي بونجور لحدا يلا لمين بدك تقولي بونجور؟ لمين اشتقتي؟ مش لحدا؟ يلا عجني 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 يلا ما بدنا نخلي ابدا الطحين برافو جين اوكي بكره لما يسالوها لجين شو عملت بالفاكانس بالصيفيه قلت لهم خلصت الكيادو فاكانس كله بالمطبخ مع المامي سمبوسي كرقات وما بعرف شو شو عملت هديك النهار شو كنت عم تساعدي جده بشو ساعدتي هديك المره خبري يلا فيها هيدا ساعدتي انا بقول عملت معه فرمت معه البنوخيه نو خبري يلا فيها شو عملت مع جده شو عملت مع جدو يا جين؟ يلا بارد خبريني أنا بعرف جين بتعرف تحكي ايه ما حدا قد بيعرف يحكي خلي إيلاي بكرة يحكي أحسن منا يا فلو بكرة أخذ على خاطرها هلأ إيه يلا خبري يلا فلو لكن خبريني شو كنت عم تعملي مع جدو بالصيفية أو هلأ من يومين شو عملت شو ساعدتي بالمحل؟ ما سمعت؟ بدك تعلي صوتك بدنا نسمعك كلنا شو عملتو؟ علي صوتك مامي ما عم نسمعك نحن انا ما سمعت شيء علي صوتك سمبوسي سمبوسك واو انت بتعرفي تعملي سمبوسي لا مين لكن جدو عملهم شو كمان عملتي انت ساعدتيه بشيء ثاني شو هو فاولي يا فيا عملي فاولي برافو برافو جين عم تتعلم كل المكونات يلا هلا العجينه وشطوره مثل مامي يا حيه شفنا انه العجينه صارت متماسكه ابدا ما حطينا لها مي زبده والبيض وحدهم كافيين انه يخلوها تصير متماسكه شيف ممكن نحط محل الزبده زيت ولا بتعظم ال اول شيء بتعظم ساعتها بدك تضطري انك تحطي معها حليب ساعتها صرنا عم نعمل كعك بحليب مش كعك يعني هون الدسامه موجوده كلها بالكعكه بينسون ايه بس انه لما تصير نعرف الامور على حقيقتها بنصير نخاف ناكل معك حق معك حق عن جد بس يلا ماشي الحال هلا حبه وحده بالنهار 40 50 كالوري ماشي الحال ذكر قد ايه حطينا قلنا ينسون ثلاث ملاعق كبار ثلاث ملاعق كبار لنص الكميه اوكي يعني انا المقادير عطيتهم للمشاهدين على الكيلو طحين اوكي هلا هون احنا عم نشتغل نص الكميه فإذا رح أرجع أذكرهم كيلو طحين نص كيلو زبدة 300 جرام سكر بودرة أو كبيتين سكر بودرة أربعة بيض ثلاث ملاعق صغار بيكنج باودر ملعقة صغيرة فانيل وملعقة صغيرة جوزة الطيب بر جوزة الطيب أكيد ينسون ناعم ملعقة كبيرة وينسون حب
تقريبا اذا بدنا نحكي للكيلو بدنا شي 5 ملاعق كبار. اوكي يا فينا نكمل مامي تصير جاهزه العجينه. اوكي هلا بدنا نبلش نعمل شو هلا بقى تشتغل جين معك بالعجينه بعد يلا رح اعطيك هيك هناك نرجع نمسح ايدينا. هلا شو بنعمل بالعجينه دون امر يا حتى امسح لك انا ايديك هدي مسحين لك انت شوي وانا بساعد على يا كان لازم نجيب وايبس معنا شايف اوكي هلا صبر عشان تشتغل فيها بيرجع بيزبطوا ايديا يا نادين بدي اعزبك ان نرجع نعجن العجينه مضبوط على الهواء كرمال حتى نفرج المشاهدين كيف رح تتماسك العجينه. اوكي فاذا هاي العجينه كلها مع بعضها طحين زبده بيض سكر بودره والمطيبات اللي هن جوزة الطيب واليانسون الناعم حطينا بيكنج باودر اكيد وفانيل ويانسون حاد. هلا هاي العجينه كلها اخذت بعضها اوكي بدون مي نهائيا. الزبده اكيد شلتها من البراد من قبل بوقت حتى حلت تكون جامده تدوب شوي مزبوط نعمل بول بالاول يا عمي شطوره هالجين نرجع نعملها يلا جاي بنحطهم هون بالصينية ايه بنحطهم في المرة بالصينية شايف لازم تكون الصينية الومنيوم؟ بفضل انا انها تكون الومنيوم. هلا فينا نعملها بالتفال العادية بس بدنا ننتبه على الحرارة فيها لانه دغري بتحترق كعبة فهي المشكلة شيء هيدي بتحمل حرارة أكثر هلا إذا بنكون منتبهين ما في مشكلة انها تنعمل بالتفال لا غنى لكن عن الالومنيوم لا غنى في كثير اشخاص بيقولوا ما بدي استعمل الالومنيوم بتاخذ معي وقت ارجع اشيلها وبيلزقوا عليها بالتفال دغري بتطلع فهون افضل نستعمل الالومنيوم عم اهلك على الكعكات يا جين شوي شوي حرام لك هيديك شو عملتي فيها مات يا هلا بالخبز يلا كفي جين شغل بالكعكات هلا جين شو عم نعمل بول بنرجع شو بنعمل زيح قريت جين نعملها بول نرجع نعملها زيح نرجع نعملها بالرايم مش مهم يكون شكلهم مثل بعضهم فينا نعملهم كل وحده شكلها مختلف عن الثانيه فيك العجينه فيك تعملي بدك اياها فيها ما تكون مبرومه يعني فينا نعملهم اصابع اذا بدنا نخليهم كمان بس هو معروف الكعك بينسون دائما بيكون مبروم حتى فينا نلتها بمربى المشمش وفستق حلبي فهيك كمان بتصير حتى ليكي جين تاخذ الكميه تبع العجينه مزبوطه ايه بتظبطها وبتلفها مزبوط ما في اشطر منا مني شاف برافو جين جيتري برافو لما تكبري جين شو بدك تعملي مثل مامي شاف كمان شو لكن شو بدك تعملي بس تكبري جين بدك تعملي بيوت لا كمان لا طيب شو بدنا نعمل خبريها لبيا شو بدك تعملي بس تكبري بدك خبريها شو خلص اخذت لك اياها باردون اخذت لك اياها شو هي اخذت لها العجينه مشان هيك عصبي فكرت اخذت لها المهنه اللي بدها تعملها لا العجينه يلا اوكي هيدا عملية انت خلص يلا بليز تاخذ الكاميرا جاي عم تعمل العجينه لانه اوكي يلا شايفه بنعرف كثير كثير منيح انه الاشخاص بيقولوا انه العلم على صغر افضل من العلم على كبر يعني بيساعد حتى الواحد يلتقط ويلقط الامور اسرع فقد ايه بما انه انت شايف وبتدرس كمان بالفندقيه هيدي المهنه تحديدا قد ايه بتحسي انه الاشخاص لما يتوجهوا لعندكم على المعهد الافضل يكونوا بعمر مبكر وصغار اكثر ما انه يكونوا بعمر كبير هيك ممكن هذا الشيء يساعدهم لحتى يطلعوا فعلا ويلمع اسمهم مزبوط معك حق هلا خاصه لانه نحن شغل يدوي يعني عم تحكي تبتي وهيك فكل ما فاتوا صغار خاصة إذا هن حابين تبهي فيها إذا هن منهم حابين المهنة اللي فايتين هن يدرسوها لو فاتوا صغار لو فاتوا كبار ما خص يعني في عندك ناس على العمر 35 و 40 بفوتوا بيعملوا فندقية وبيبرعوا عرفتي قصدي هلا بس أكيد أنا بقول إنه الأهل اللي بحسوا ابنهم أو بنتهم دوي بهيدا هيدا بدي أسأل هل في أشخاص ممكن يكون في عندهم موهبة أكثر من غيرهم؟ أكيد 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 والمطبخ بده فن بده جلادة بده تحمل تعب وقوف عرفتي يعني منا خبرية هين يعني بده يكونوا هن بحبوها حتى يبرعوا فيها ما هو الطبخ فن بحد ذاته يعني فكيف اذا كانوا عم بيشتغلوا وبلا نفس ما يكون في عندهم هيدا الدون اذا بدك يعني
يعني حتى يعني يكونوا فعلا عم بيضيفوا شيء منهم هن على الطبق اللي عم بيحطوه. مزبوط. في عندك ستات بيوت فيها ابدا منهم دارسين فندقيه ويعني صلى عليهم بيبقوا بارعين بيبقوا عم بيعلموك ويعلموا غيرهم كمان ولحم ليهم الجيران وكله بياخد من نصيحتهم بيقولوا لك شو بدك بالكتاب شو بدك بالكتاب اسمعي مني انا بعلمك انا بعلمك بس على شرط اعطيني المقادير هيك والله حطيتهم ما بعرف كيف عني شفتي يا بدي جين شطورة داكر اليوم عم تعمل حلو جين الحلو اصعب شوي من المالح عادة بالمالح بتكون اسرع اوكي اقول لك عم بظلمها لهالبنت هلا اذا عملناها مع حليب هي زيتها الكميه بنحطها لا غير بس بنخفف الزبده محل زبده زيت ايه بس حتى بتختلف الكميات معنا بكره غير مره بنبقى بنعمل الكعك بحليب بيجي طري اكثر يعني بيجي مش مثل هي رح الكعك بحليب مزبوط ما بيكون قاسي بيكون طري اكثر من جوا يعني مثل القربان مثل الفاقولي شوي مثل القربان ايه مثل عجينه الفاقولي هلا انا كنت اوريدي حضرت انا وجين امبارح عشيه شوي قد ايه بدهم وقت بالفرن شاف بدهم بين الربع والثلث ساعه حسب فرننا نحن بقلب البيت قد ايه حراره بينا على ال 200 على ال 200 اوكي على 200 درجه يا عم ما اسرعها جين نجيب صواني بعد فيها مع يلا جين كفي شغل فرجيني كيف بدك تبرميها هيك بنبرمها اول شيء روم بنرجع بعدين شو بنعمل بنحطها بنعملها بالطول يا عم شو هالجين الشطورة هاي صينية لجين برافو جين هاي لجين برافو جين اوكي شافة دعزك شوية اخذ ايد على الكمية جين مزبوط ليه عم تحسي احدك للصينية ليه بتعرفي عم بتحسها بعيدة عنك هيا بدنا نشوفوكي لانه عم تعمليها يلا شو عم تعملي ماما بول نرجع نرجع زيح بعدين شو بنعمل بنسكرها نعمل سيرك سيرك المفتوح برافو جين يا هيك خلصتهم كلهم يا فيا شفتي عزك الجواب يكون حدك شوي بس نشوف جين كيف عم تشتغل يا يا هاو ذا بول لجين هي تعملوا اوكي ملا بول يا اعملي لا جين عم تشتغل بالبول اوكي يلا اعملي الكعكة اوكي هلا كل واحد لا ما نكبرها بعد شوي جين بعدها كثير كبيره هالمامي عملتها حق مامي يا فيا تخيني يا جين بدنا نعلم نحن المامي مش هيك ولا لا المامي بتعلمنا ارجع تعيدها رح ارجع اعملها انا يلا وليا يلا جين بعدين شو بنعمل بنحطها هون بنعملها زيح اوكي بنكبر الزيح شوي ولا لا لا هالقد بس اوكي هل قد هي بدها يا بيا قد هي يلا برافو جين اوكي يلا هلا بنلفها عم تشوف حالها على الاكرام ما عجبتها ما طلع شكلها مثل ما هي بدها مش عم نرسم نحن على جين هلا يلا برافو جين عم نحضر شو كعك بعد شوي شو نعمل نلونهم لا ليه ما بدك تلونيهم يصيروا ملونين شو حط لهم سمارتيز يومي برافو جين اي زبطت معي يا بيا شفتي حتى شلكيها انا برافو جين يلا ملي غيره انت اعمليهم وانا بشيلهم اوكي على الصينيه يلا بالبيت بتساعديها للمامي جين بالمطبخ ايه شو بتعملي معها بشو خبري يا بيا شو بتعملي معي انا بقول بتكسر لك الصحون جين لا يا بيا لا شو بتعمل جين جين ما بتاكل بالمطبخ بحس لا شو لكن خبري على بيا شو عملتي جمعة الماضي فقولي شو حطيتي لهم ليه ما بدك تقولي لا ما بقى تعلم السر لحدا بس نروح على الكوكتيل انت شو بتعملي شو بتساعدي مامي ايه خبريني لقلي شو بدك بدي شو بتساعد مامي؟ وشوش المامي ايه والمامي بتخبرنا ايه ايه عصوت عالي يا قولي شو بتساعد مامي؟ طب يلا اشتغلي بالكعك حتي اكلير؟ شو كمان؟ نحن ما عم نسمع يا جين ما عم تسمع فيها يا عمري فيها بيطلع على التلفزيون بده يحكي مع العالم ايه اذا ما حكيتيه اكلير شو كمان؟ وشو كمان اكلير؟
وشو يا فيا؟ وشو؟ بات أشو ولا كيف؟ شو شو على كريم؟ شو على كريم؟ شو كمان؟ وبول؟ إيه. بول شوكولا. بول شوكولا يا فيا. هو كلهم هي بتصفصفهم. تحطهم كلهم على الستاندات. كله شو يعني؟ إيه رجيتي ما راح تقول لها شي جين. أنا زعلت منها لجين خلاص. خبريها لفيا شي. جين مسحية. لا. لا؟ شو لكن؟ ليه ما عم تحكي؟ برافو جين. مشغولة؟ عم تشتغل هلا. عم تشتغل هلا ما بدها تقطع حبل التفكير والتركيز تبعها. لا. 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 لا لا. برافو جين. هي لقليك؟ خلصنا من الجاتس؟ اي خلص الجاتس. يلا بياخذوا عنك؟ يلا. ولا بعد في شي بقلبه؟ خلصوا. برافو جين. جي تري براف. بس ما حكيتي يعني هيدي مش جين اللي نحن بنعرفها يا فيا مزبوط؟ ابدا 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 انا ما بعرف ولا جين. في حدا تاني معنا اليوم كان على الهوا ذكريني باسمه شاف. مين كمان؟ مين بنوت؟ ليك انا انا مين؟ ايه جين. جين اسمها جين. اسمها انا بعرف انا ما اسمها جين. خلص بكره بنجيب ايلايا فيا. جين شو حريقه وايلاي بيحكي احسن. ايه جين حريقة أو أسيس؟ كمان انت شو عائلتك؟ شو عائلتك حريقة أو أسيس؟ خبريها لفيها. ايه أنا بزبطها. شو عائلتك؟ لكن هلأ بدنا نفوتهم على الفرن. مزبوط. اوكي من بعد ما يفوتوا على الفرن بدنا ننطر عليهم تقريبا تلت ساعة 20 دقيقة حسب الفرن اللي عنا. مزبوط. وعلى قد ايه درجة حرارة بنرجع بنذكر المشاهدين. خليكي جين معنا لوين رايحة؟ خلص؟ بلحق المامي جين بترجع تشوف كيف عم يتحضر الكعك وكيف بنفس الوقت بده يرجع يطلع من الفرن لونه بده يكون اشقر اشقر اهم شيء يعني بده يكون لون محروق بكون تنتبهوا للصينيه بقلب الفرن من وقت تتلف فيها نفتح على الفرن نتاكد من الكعك كيف صار ولا لا فينا فينا لا لا ما بيأثر لانه كميه البيض ما انها كثير كبيره بس انه اصلا ننتبه يعني من الازاز من برا بس أوكي. نشوف الكعكه بعده مبين عليها الزيت او الزبده افضل ما نفتح ده. بس نشوفها نشفت ساعتها فينا نفتحها اوكي وكعبه لازم يكون بهيدي الطريقه كمان بده يكون اشقر يعني اشقر فاتح ولا هودا جين عملتهم يا فيا هو جين حضرتهم؟ انا جدد ما بحس انه جين حضرتهم ولا جين حضرتهم جين ما بتعرف تحكي بتعرفي تحكي انت؟ على كل حال هلا جين بدها تدوق من الكعكة بدك تدوقي كعكة وانا رح دوق من الكعكة يلا اوكي مو جين يلا سي بون؟ سي بون؟ كثير طيبين شاف وبفتوا اهم شغله ما تكون قاسية العجينة كمية الزبدة اللي بقلبون هي كافية لانه تخليهم يفتوا هلا اكيد اربع خمس ايام ست ايام بلش نحسهم انه بلشوا يصيروا قطرة مما يكونوا عرفتي بيقرشوا قرش اكيد هلا اذا الواحد بده يزيد عليهم ينسون بعد بحب اليانسون يكون ظاهر اكثر في يزيد في يزيد اكيد في يزيد كثير طيبين شاف ميرسي كثير ميرسي لك جين لانك كنت معنا اليوم ما حكيت شيء على كل حال المشاهدين عم نروح لبريك اعلاني ومن بعدها بنرجع تحت نتابع بقية فقرات صباح لبنان وبعد البريك رح نكون مع فقرة فاشن مع سارة كيروز ورح نروح رح نروح تحديدا لعند سيمو مندلا لحظات ورجعنا مشاهدينا رح نروح لبريك قصير وبنرجع مشاهدينا صباح لبنان بالقسم الأخير نحن وياكم مثل كل نهار تنين مع فقرة فاشن لحتى نتعاول نتعرف أكثر على آخر صيحات الموضة هالمرة مع سارة كيروز رح نظهر لخارج الاستوديو نلاقيها لسارة على سالون سيمو موندلا لحتى نحكي عن الهير أكسسوريز كلنا منشوف أكسسوريز عم يستعملون الصبايا بشعراتهم ولكن رح نتعرف مع سارة ومع سيمو موندلا المتخصص بكل صيحات الموضة بما يتعلق بالشعر رح نشوف أكثر شو اللي دارج هالصيفية سوا على سالون سيمو موندلا مع سارة كيروز Our fashion segment اليوم very special لأننا بالسالون سيمو موندلا رح نكون عم نشوف الهير اكسسوريز ترند تبع summer 2015 هاي سيمو هاي بونجور شو رح نبلش اليوم بأي ترند؟ رح فرجيكم اكسسوريز تمشي لكل يوم في شيء لمناسبات رح تكون لابس فستان وحاطط اكسسوريز مع الستيل تبعه لأنه دائما الاكسسوريز المفروض تكون بكل كل الحياة فيها اكسسوريز يعني ما في شيء اسمه موضة اليوم بس نحن منركز بس نطلع على الموضة لأنه ترند ترند هيدا موجود دائما سيرتو بالصيف يعني فيها أي ست أو أي صبية فيها تحط اكسسوريز من جميع الأشياء من الورد
للأكسسور للمشط الحلو بيعطي بيزين أكثر ما بيزين الكوافير والتعجيب بقلب الراس. بدنا نبلش هلا بشيء very simple يلي هو أنت عبكرة طالع عبالك تظهري تعمل سيارة أوكي لبست very simple جيب بدك تنزلين وشي مثل ما شايفين شعراتي هلا رايحة تاخذي قهوة أو غدا لانش صغير على الظهر مثل ما هني شعراتك عملتي الكوافير سام ترسام هيك لما ينزل شعراتك على وجهي هيك تشدي إذا بتحبي شعراتك من مين من مين من هالميلتين هيك تجي بتسقطيهم مثلا مش مثل هيدا هلا بيعتبروه إنه هيدا خرج سهرة أو خرجي أنا بشوف العكس تمام ولا تنحط بعدة أشياء بتحط من هالميلة فيك بذات الوقت شد شعراتك وتسقطيها كمان بهالطريقة مش مفروض انه وقت الموسم او فينا كل يوم نحطها خلال تاني مثلا عندك طالع عبالك تروحي على البحر فيك تسقطيها بهالطريقة تمام يعني حلو الواحد يكون عنده روح جناز او فيك تشد شعراتك عن وشك كلهم تمام ولا بتسقطيها بهالفكرة هاي حلوة كتير شفت كيف؟ ما ضروري يكون عنا مع الألوان ولا هالطريقة هاي the simple way ولا ديتين عملت كوافير الأكسسوريز بدها تلحق لتشيب إيطاليان سبانش ولا بتشد شعراتك بهالطريقة مع دبوسين صغار ولا فيني ياخد الفلور مثل ما عملتوا عن لوك اسبانيول ليجي ولا بتسقط الوردة بتحطي لها ده ولا ساسة عن لوك كي أوسي جولي مع شعرات دايما مبلتين هيك بهالطريقة بنرجع نبلش بالوردة التاني بطريقة سريعة أنا كتير بحب هيدول الكوافير يلي نحنا مننقذ منهم بس هن بالعكس بيكونوا very simple look okay. تعلي شعراتها بإيدها مظبوط بثواني ولا فينا نستعمل هالكاميليا وتحط الوردة كأكسسوار ولا هيك تبقى يعني لما تكون لابسة مع شيء بيناسب الوردة فيها تظهر تتسع هلا تريند يلي هي فيري كول كثير على الرواق نعمل انفيشنيون مشي خفيف هلا هيدي الاكسسوري رح جيبها هلا بتشكها هيك بثلاث ثواني خلصت الكوافير فعلا ترجع ناخد هاي بهالطريقة فعلا هيدا ستيل كمان بسهرتي تقدر تطلعي بوفير ذات الشيء هيدي سهرة كتير حلوة كمان ترند تبع الاكسسوارز لازم يكون ماشي مع 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 المعصم ايه رح اخذ هاي هيدي بدي حريم السلطان صح حظ شو حلوه باينه كيف ايه بدي
يعني شيء ناعم وما بيأذي العين، بس اهم شيء بدنا نضلنا بالكوتي سام، لانه الاكسسوار الاكسس سام وكوافير ترندي، يعني كوافير بتمشي مع الاكسسوارز مع تاريخ الوقت اللي كانوا ينعملوا فيه. خرج سهرة، خرج عرس. هيدي بدها اكسسوار، خرج مرية، عروس حلوة مثلي. ولا في أهيان ما بدها إلا الفيل فستانة كوافير تمشي معها بهالتكنيك الدقيقتين عم نعمل لك كوافير. لسه عندها توعى بالخمس ساعات من العرس أكيد دغري بتعرف أكيد لأنه في أشياء ما بدهم هالقد كومبليكاسيون يعني بس بدك تركزي لأنه عندك عرس طويل 10 ساعات بده يكون في مشدود أكثر مرتبة. إذا شميني مثلا أو إذا قريبة كثير من العروس وعندها فار بوجان حلو كمان نعطيها هالفار يعني شو بيرحلك حتى لو كنا مش بعصره. هلا مع هاي كيف بدنا نحط اكسسوري كتير هين وكتير معدوم وانا نحطها على الجدود وانا فيها الطريقة بتبين زي عربي شرقي كتير حلو مع التريس. بيرحل كل شيء إيش بيحمل هالأكسسوار يعني لو طلبنا من كام مثلي من هيك بنكون شفنا كذا ترند بهالسيجمنت قطعنا عن كل ترند معقول يقدروا يعملوها المشاهدين وكلهم هينين. هذا كله الاكسسوارز بينعمل على الفيلم. انا عندي شغله كثير بحبها وكثير مهويها كثير ناعمه كثير خفيفه لاحظت كيف شكلها هي كمان ما في اهين منها بالطريقه بحب احطها بهالطريقه هاي بحطيها هيك بحطيها على الشينيون من ورا فينا نشيلها نحطها كمان اكسسوارز على الشينيون من ورا بهالطريقة يعني القصة كيف واحد يحط هيك مع الجدود ايوه ظل فيها تتبسط فيها كمان عروس حتى مش ضروري نضل نعمل هالاشياء السوفيستيكيتد كثير يكون سيمبل و فيري سيمبل بتروح جريت بيعمل حتى من ورا عدة طرق تنحط الهرق كذا ايش ايوه يعني فرجيتك قد ما فيكي قد ما فيني على كل شيء على كل هالاشياء بشكل سليم اكيد بعد فينا نطول الاكسسوارز بكل الجدوله تتطردوا ليزاج بتطلع كمان ترند حلو بس هالطرق الهينه اللي فين يعملوها كمان اكيد فيك تعمليها ان جولي فلار كمان ان فاسون حلوه كثير للجدوله على كمان اللي بحبها انا استعملها بهالطريقه بقلب الورده على الاكسسوارز كثير بيقدر يلعب فيه طلع
هلا كمان كثير حلوه. كل وحده سفرتنا على بلد. كل وحده ستايل. اكيد هذا فرنش ستايل. ايه فيري نايس. شفنا كل هالترندز معك. ميرسي بوكو سيمو. عن جد ات واز ان اميزنج فاشن تايمنت وذ يو. ثانك يو. مع كل هالفاشن تيبس اللي شفناهم بختام حلقتنا لليوم، ثانك يو لسيمو موندالي وثانك يو ايضا لساره كيروز. نحن لهون بكون لقائنا وصل لختامه بصباح لبنان. انا بدي اشكر مشاهدينا متابعتكم لنا بحلقه اليوم. ما تنسوا انه اذا عبالكم ترجعوا تحضروا هالحلقه او كل الحلقات، لوج ان على www.telelibon.com.lb اسم البرامج صباح لبنان، وبترجعوا تحضروا كل الحلقات وكل السيجمنتس. اللقاء بيتجدد بكره بتمام الساعه 9. انا بتمنى لكم بقيه نهار ممتع وامن ونهار حلو تكونوا عم تحققوا فيه كل احلامكم. ما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم اكيد بعد في وقت. الى اللقاء.